اليوم المميز وكل عاده باش نعرفوا اكثر عن وين اختيارنا باش يهزنا، وهذا باش نحاولوا اكثر ان نوضحوا مع شير فيرست سبيكر هلا قطاطا انجينيور اون جيمي اندستريال اي بي دي جي دو لا سوسيتي دو كونسلتين ان تونيزي يا لترانجي هاي مانجمنت كونسلتين. دونك عسلامه هلا، كنت نجم تحل الميكرو وتعرفنا اكثر بروحك. عسلامه، مرحبا بك. عسلامه. يا عايشه، بتسمعوا فيا هكا واضح الصوت؟ الصوت واضح؟ واضح واضح. واضح. اوكي، صحة شبتكم الناس الكل، مرحبا بكم. هلا قطعت معاكم. متخرجة من الانساد بروموسيون 2009. قريت لا بيريود اللي كنا نقرا فيها 5 ans et demi في الانساد، وتعديت هكا باركور طويل، وتوا جو سوي لا بروبريتير دان بيرو ديتود فورماسيون اي كونساي بور لي انتربريز. ما تسمع فيا بكدي واضح كل شيء، خاطر انا ما نشوفش فيكم. بون، تسمع فيا؟ شوف انت جمع واضح. هلا واضح. واضح، داكور. كما قلت لكم تخرجت في 2009. قبل ما نتخرج الحقيقة بديت نبعث في السي في نتاعي، حضرت السي في نتاعي قبل ما نبدأ البي اف نتاعي. بديت نحضر في السي في، نبعث نعطي العباد اللي نعرفهم، وعديت انتروتيان وتقبلت. هذايا كانت أول المرحلة اللي بديت فيها الخدمة. حبيت نقول لكم سي تري امبورطون، يمكن هذايا برشا عباد ما يعرفوهاش، من قبل ما تبداو قبل ما تكملوا البي اف اي ابداو حضروا فوتغ سي في وابداو ابعثوا بور لي زونتربريز. انا بديت هكاكا ودخلت في عديت انتروتيان، عديت الانتروتيان وقتها طالبين ان ريسبونسابل كاليتي، مشيت عديت الانتروتيان، سيتي اول انتروتيان عديته في حياتي. مشيت غاديكا بداو يسألوا بون التوسكي كاليتي كل قاني. الحقيقة ما عنديش برشا background، يعني هذايا بون هذايا حاجة زيدة ان بوان هكا فيه بشوية في النسات، انه ما قروناش في الكاليتي على الوقت. انا كيف قليت نقرأ brainstorming، نقرأ إيشيكاوا، ما قيناش كمان معتها لي بروسيدي لي بروسيسوس دو لا كاليتي، ما قيناش ان ديتاي. دونك الحقيقه لقيت معناتها سيتي با لو بوست ايديال لي انا مشنا وقتها. سبحان الله، هما عندهم شكون خرجت وقتها باش تخرج تعرس وباش تسافر لبرا، انجينيور زاد اون اغرو اليمونتير يدهولي تخدم لي زيتود. قالوا لي اسكو سا فوز انتريس بيسكو انت عامله شيمي تخدم معنا تخدم لي زيتود. قلت لهم وي سا مانتريس وكل. قالوا وقتاش تبدا ديسپونيبل؟ قلت لهم انا من توا شوي ديسپونيبل. بون انا وقتها دوب ما كملت البي اف نتاعي وباش نحضر البريزونطاسيون باش نحضر سوتونس. قالوا لي كمل سوتونس على روحك وبعد اجا معنا. و سيتي هكاكا، كملت السوتونس مشيت خدمت معاهم. اول خدمه سيتي في بيرو ديتود تيسكو كونت شيف دو بروجي، dit tout ce qui est études environnementales, études d'impact sur l'environnement, études de dépollution, حاجات فيها chimie, فيها DBO, DCO, traitement des eaux, traitement des déchets, فيها قرايتي. وبعد الحقيقه لقيت روحي انا شي باسيوني بالخدمه، نقراهم ديما كي يجي بروجي نقول اتولي انا نخدمه quel que soit le projet, حتى فما les études de rentabilité, les études technico-économiques, les études de marché. Bon, tout ce qui est études de marché et tout, on fait appel aux experts, حتى les études environnementales. Mais j'étais très passionnée هكا بالخدمة وبالles études. قلت لهم اي نحب نخدم. وقعدت كل مرة هكا يجي projet نخدم معاهم، نخدم les études. و خدمت في بيرو ديتود. بيرو ديتود تبدا انتيتي صغيره، كي تبدا سوسيتي صغيره تبدا الافكتيف صغير، يعني 6 بيرسون 8 بيرسون، تبدا تخدم حوكي وحرايلي، سيتادير معناتها تخدم كل شيء، تخدم ليتود، تخدم كل شيء. تخدم انا باغ اكزومبل وقتها على ليبوك عطاني لا تاش ريسبونسابل زي تقول مينتينونس، معناتها ريسبونسابل ريسورس ماتيريال، البي سي اللي يفسد، فما بان في
l'imprimante, فما بانت في tout ce qui est matériel informatique puisque انا مغرومه مثلا بالشيء هذاك نمشي نصلح نمشي نشوف سي كوا لا بان نمشي نشوف لا بان كان هكا كان ما نجمش شويه نعيط عندنا سوسيتي نخدم معها de maintenance نجي نشوف لو بروبليم بون قلت لكم ديت هكا نخدم برشا حاجات en même temps وبعد قعدت فيها 3 ans la société الحقيقه تعلمت منها برشا حاجات tout ce qui est études, خدمت tout ce qui est agroalimentaire, pétrolier, في الدومين, domaine domaine باشا باشا tout ce qui est l'abattage des animaux, beaucoup de domaines. بعد après 3 ans, واحد ماك تعرف واحد il stagne في الخدمة. Donc ما نبي نشوف حاجة جديدة. وقتها حولت السوسيتي بيرو زادا بيرو ديتود تكنيك اوفشور هذايا البيرو ديتود اكريمي سي ان بيرو ديتود اوفشور معناتها نخدمو لي ديتود في تونس بور لو كونت دي سوسيتي فرونسيز سي خدمة أخرى ما عندها حتى علاقة بالشيمي لي ديتود تكنيك دونك أنا لو بوست نتاعي كان coordination entre le bureau et le France ou le bureau le fait Tunis. عنا وقتها بيرو في فرنسا هو اللي ياخذ لي لي زافير ويتفاه مع يخدم طول الترافاي كوميرسيال وياخذ لي دوموند دي سوسيتي. هما يترانسميت لي انفورماسيون وحنا في تونس انا باغ اكزومبل سي جي تي شارجي بالكوردينياسيون فما اون ايكيب دو ديسيناتور ايكيب فما دي ما انجينيور ان الكتريسيتي انجينيور انرجيتيك دونك جو ترانسمي لي انفورماسيون اون بريبار لي بلان اش باك لي بلان ديليكتريسيتي صالحوهم هنا نبعثوهم لفرنسا نشوفوهم ونبداو احنا الكوردينياسيون هذايا الخدمه الثانيه في الخدمة هذه زادة نفس الشيء تبدأ انتيتي صغيرة ان بيرو يبدأ موان دو 10 بيرسون تلقى روحك تخدم برشا حاجات بعد كي تخدم بعد مدة فما واحدة خرجت دونك انا جي بخي لا تاش ادمينستراتيف وليت لي هي تو سكي باباس ادمينستراتيف ولا هي زادة بالكونتابيليتي بون مش انا نخدم لا كونتابيليتي مي عندنا ان بيرو اكسترن دونك انا جو في la coordination, نبعث لها tout ce qui est أوراق, نثبت معاها, عملتهم صحاح والليل, الحساب اللي حسبته, نبعث لفرنسا, نثبت معاهم, les factures, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est pièces administratives. هذايا كما قلت لكم خدمة ثانية, قعدت فيها عام ونص. بعد الحقيقة لقيت روحي إنه أنا معناتها نخدم لي زيتود. نخدم tout ce qui est معناتها je peux gérer la tâche administrative comptabilité je peux gérer tout un bureau معناتها تعديت برشا مراحل وكما قلت لكم انا je suis des gens معناتها طموحه برشا نحب ديما نقدم نحب ديما نعمل حاجات جديده نحب ديما نقدم في حياتي دونك قلت pourquoi pas نحل un bureau. Pourtant, à l'époque, Mata, la famille et tout, Mata, ils n'étaient pas contre moi, mais qui fais-je, Mata, avec un poste stable, société offshore, à l'époque, qui fais-je, un approche en hal, un bureau. À l'époque, Aoul Mahalit, Halit avec deux associés. Konatleta, Halina, un bureau d'études et de formation pour les entreprises. Halina, ou expérience qu'elle m'a fait. Bon, ça n'a duré qu'une année. Maktab, ça a été avec des associés, que l'on a un faculté, que l'on a des ambitions, que l'on a sa vision pour l'entreprise, à court et à moyen terme, à long terme. On n'avait pas la même longueur d'onde. On n'était pas sur la même longueur d'onde, fait les ambitions, fait les visions et tout. Donc après une année, j'ai quitté la société, j'ai quitté depuis décembre 2014, donc ça fait presque 6 ans. Et depuis ce temps, j'ai travaillé chez HMC.
On fait tout ce qui est études, formation et conseils pour les entreprises. قبل بشوية كنت نحكي كنت نسمع في شكون قال يحكي ولنا على les moments de faiblesse نتاعهم ولي moments نعش كون كان يقول فيها قبيلة لي واحد منكم. وي باش تحل معناتها سوسيتي الكل سيتي با على الاول معناتها il faut du courage على الاول الحقيقة سورتو انه تلقى الناس الكل حتى حد ما يشجع فيك réellement تلقى انه انت عندك des ambitions دي الناس الكل تو باش تحل بيرو تو في الكريز هذي وشكون قال لك باش يمشي شكون قال كذا. انا جونكوراج الناس الكل الحقيقة باش يمشيو vers l'entrepreneuriat. كان فما حاجة بالحق في النسات انه النسات محلاها النسات محلاها انتم الكلكم نورمالمون تقراو في النسات 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 من احسن الفاكولتي محلاهم العوام اللي عديتهم في النسات محلاهم محلاهم على الاخر وال منعش اذا كان انتم ان كيل اني بديت ان كيل اني توا مي ا بارتير من الدوزيام سيكل تجمو تحكيو مع معايا او ميم طون ولا فوا mais à partir du deuxième cycle tu allais où tu apprends tout ce qui est troisième année d'accord première année ah d'accord donc à partir du deuxième cycle qui est tu as au cycle ingénieur première année tu as au cycle ingénieur tu apprends tu formes des matières qui sont les ressources humaines gestion des équipes gestion gestion des équipes, gestion la planification. Et dans la réalité, pour mon expérience, les matières résumées m'ont fait donner à Kerbach, les matières sur la chimie. En fait, parce qu'un tawa baïda à chimie, un tawa qui halit HMC, halit waqta wahdi, l'amlou l'qat am kamel wahdi fi bureau. كاري ان بيرو وحدي بون تاو احنا ثلاثه تاو فما زوج دخلوا كل مي كنت وحدي بوندون اون اني جي جيريت توت ان بيرو وحدي جو في لو كوميرسيال جو في لا تو سكي بيس ادمنستراتيف تو سكي كونتابيليتي نظام هان هذا الكونتابل تو سكي ترافاي كوميرسيال ما تلقيت روحي نخدم فيه وحدي مي الحمد لله سا مارشي دي لا بروميير اني اوكي. C'était pas facile la première année. Et dans la première année, quand Marie le salaire, maintenant nous une année, Marie le salaire. Mais hamdoulah, maintenant ok, nous allons faire toutes les charges, nous allons nous faire des bénéfices l'an l'aul. Et hamdoulah, après l'an deuxième, hamdoulah, tout ça est bien géré. Mais à partir de zéro, mahlaha l'expérience, mahlaha. Ou la vérité, j'encourage toute personne en nom يحلوا دي سوسيتي خاطر تشوفوا كي تخدموا ان شاء الله تشوفوا كيفاش تبداو كي تخدموا dans une société اللي عندكم دي تاش تخدموهم بدو تستنيو في الويكاند باش ترتاحوا عندك خدمتك تخدمها سي بون معناتها عندك دي زوبجيكتيف نتاعك كي سون اتان كي تبدا الخدمه خدمتك ما عادش تحسب الوقت تولي تروح حتى تخدم حتى في الليل مع اني انا ضد الحكايه هذايا تلقى روحك باسوني بالخدمة أكثر تلقى روحك إيه سيئ جاي الويكاند على خاطر تبدأ عندك دي زوبليغاسيون تبدأ عندك دي زيتود أترميني دي فورماسيون ألفير يبدأ عندك أم بلانينج قلت لكم لي ماتير اللي فيدوني باش هما تو سكي جيستيون دي زيكيب خاطر باش تحقها باش من بعد باهي لافالا بيتون جاوبك فرح شويه اخر على سوسيتي باهي لا سوسيتي نتاعي ان فيت احنا نخدمو تو سكي ايتود بور لي زونتربريز سيتادير باغ اكزومبل ايتود ما سوسيتي تحب تحل جديده تحب تعمل ايتود دو مارشي ايتود دو رونتابيليتي احنا نخدمو لها لي ايتود دو روما في القانون باش تحل زاده مصنع باغ اكزومبل
لازمك اتيود امباكت سور لانفيرونمون تخدم اتيود انفيرونمونتال صبها في لاجنس ناسيونال دو بروتيكسيون دو لانفيرونمون صبها تقول لاندستري هذايا voici la superficie نتاعها شنو هي الاكتيفيتي نتاعها وشنو هما لي ديشي اللي عندها تيج ديشي سوليد ديشي هيدريك دونك وشنو هما لي mesures à prendre pour traiter ces déchets. Nous aidons à tout ce qui est conseil pour les entreprises, c'est-à-dire, par exemple, elle fait l'import-export, une société, NERSA, Matal, l'IRDMRADIKA, ANDA, Matal, AML, Formation, NERSA, MOULI, Formation, NERSA, des formations, fait tout ce qui est import-export, Matal, NERSA, Formation, Formation professionnelle, MOULI, JIU, dans un hôtel avec d'autres sociétés, NERSA, Formation adéquate, sinon, elle est HABOU, le thème est HABOU, ALI, sinon, un expert ou un formateur vient chez l'homme de société, il a la formation et les habits. Et dès qu'il y a une formation, l'assistance, c'est-à-dire un expert vient chez l'homme, il a une prédiction après, il n'y a pas seul qui fait chier, il a une prédiction à la dossier moyenne ou à la tâche moyenne, ou les études qui m'ont rappelé comme études environnementales, études de projet, études de marché. نديقات لك فاش تقسم لي فور والوقت نتاعك pour gérer une société وحدك به. انا داي العام الاول كنت وحدي وبعد دخلت شكون معايا به لي فور. انا مش نحكي الحقيقه خاطر انا بالاكسبيريونس نتاعي لقيت روحي انه زي باش تخدم نهار والليل وتو تو ستريس وتنجم حتى تمرض خاطر ساعات انا جيت بيريود ملي نرعش في الليل ونرقد حتى ما نحكي من انا نخدم و فما باش تعب في الخدمه. انا بيرسونيلمون سامدي ديمانش ما نخدمش وما نمس حتى شيء في الخدمه, نروح للدار نخرج من بعد نخرج مع اصحابي, عندي اموري نعملهم, عندي قضيتي اموري الخاصه, عندي نخدم الصباح من 8:30 للخمسة 8:30 9 نبدا للخمسة, عندي الوقت اللي كان نخدم فيه هذيك نبدا الصباح, عندي ليست دي تاش, عندي سور لو تيليفون, عندي على البي سي, عندي لاجندا نتاعي كل عام, عندي لاجندا 2019 2020 كل عام عندي لاجندا, نبدا نكتب شامش نخدم. اون جينيرال بور اتر فرانش مش ديما لي تاش نتاعي نقول باش نخدمهم هما, ساعات نخدم اقل, ساعات نخدم حاجات يتبدلوا لي تاش او كور دو لا جورني, يجيو تليفونات يجيو دي ايميل. هذيك حاجه باك على قد ما نحب ننظم روحي ديما فما دي زامبريفو ديما فما هاو تيلي تليفونات هاو يقول لك ماذا بالي كي تبعث لي الدوسي انا توا روح كيفاش مي جيساي لو ماكسيموم اني نخدم وقت الخدمه, جيساي اني نركز وقتها وبعد عندي حياتي الخاصه. هذيك الحقيقه بعد وليتك مع تاع العام الاول كان كنت نخدم في الدار شيء, بعد لقيت روحي انه ما نجمش نكمل هكاك. Donc, Walid, j'essaie le maximum de gérer mon temps. Quand comme un conseil, quand je me trouve à des formations en ligne ou à des formations en gestion du temps, gestion du stress, il y a une chose qui est là. La gestion des équipes, la planification, la gestion. Vous êtes la personnalité nti anda qima kbira barsha. Ana alhamdoulillah beli wessa ou j'arrive à gérer mon stress. Mata hatta li khdmou maya qbal yqoulou li machallah lik tu es zain. C'est très important. La personnalité c'est très important fi lkhdma khat kifchi dakhlouk raho. OK, moukn lkhdma loula يدخل فيها ديبلوم تاعك شنو هو قاريه, بعد صدقني هذاك الاكسبيريون طون ديبلوم شو قد على جنب, انت شنو هو انت بيرسوناليتي نتاعك كيفاش, انت لي لونغ هذيا ملي توا حتى الجماعه نعرفوا الصغار ديما نعاود نقول لهم يا وليدي يا معناتها فيت اتونسيون معناتها لي لونغ فرونسي اي انجلي سورتو لو فرونسي خاطر باش تعدي تعدي انتروتيان باش تعدي بالفرنسي, لازمك كي تحكي معاهم بالفرنسي لازمك تاكل لهم ماكله كي تحكي معاهم تاعك فاش تحكي سا ديبونتيو البوست, لازمك لو فرونسي خاطر
انا الحمد لله يا ربي معناتها كي نكتب فرونسي نكتب فرونسي صحيح شفت دي انجينيور خدموا معايا وحتى خدموا معايا في سوسيتي الحقيقه اش ام سي معناتها كانوا يتعبوني خاطر علاش معناتها انا مش ان بروغرام مثلا نعطيكم حاجه سامبل على الاخر ان بروغرام دو فورماسيون بوالقسم مش نقعد انا ناخذ تبعث لي انت لو دوكيومون نقعد انا نصلح فيه مثلا نعاود نقرا فيه ونصلح فيه هذاك حتى كي بعد حتى كي يمشي للسوسيتي ولا يعطيهم ان دوكيومون للسوسيتي سي مال فيو حتى ليا انا سي مال فيو حتى للسوسيتي ليا انا يقولوا لي ne maîtrise pas le français peut-être ne maîtrise pas même الدومين اللي يحكي عليه بس انا كيفاش تقسم ليفور كيفاش بعد انفورماسيون سيانتيفيك نجم تخدم في حاجه بعيده جمله هذا بن موسى بن موسى السؤال تنجم علاش على خاطر باش تشوفوا راهو فما مره كلمه قالتها لي قالت لنا بروفا في النسات بروف جيستيون دي ريسورس هيومان اسمها هيلم زابي مدام هيلم زابي حتى تشوفوا كي تخدموا ما كومش ترضوا بالخدمه نتاعكم باش تبداو تبدلوا وتبدلوا حتى لين تلقاو الدومين اللي تحبوا تخدموا فيه كي عندي صحابي قاعدين يخدموا في دي في السوسيتي دي اندستري فارماسيوتيك فما شكون يخدم في دومين البترول فما في الكوزميتيك زيد هولي اي كوزميتيك وي سا ديبون كل واحد وين جاي وين يخدم مي انت بعد كي تبدا تخدم انا باغ اكزومبل كي نحب الشيمي مي كي بديت نخدم باغ اكزومبل لي ستود تكنيكو ايكونوميك سيتادير لي ستود دو رونتابيليتي سوسيتي تحب تحل انا نخدم لها بالحسابات نقول لها عندك لي شارج هكا عندك هكا ان بو بري قداش الشيفر دافي نقول لها اسكو هذايا البروجي معناتها مربح والا لا اسكو تمشي في هكا ولا نشوفو اينوتر التيرناتيف نشوفو نسيت شنو الكلمة ديما نقولوها نشوفو ان دوزيام سيناريو سيتادير ان دوزيام سيناريو نبدلو في شوية في الفكرة في الفكرة نبدلو شوية في شنو عندك شنو ما عندكش ونشوفو ان لقيت واحد باسيوني باغ اكزومبل بالحسيب معناتها بالتوسكي نحسن نخدم هكاك ليتيتود اي تحل ما تحلش فك عليك شوف حاجة أخرى نشوفو اي كمل فيه سي سي رنتابل سو بروجي لا معناتها نجم خاطرك نجم تخدم في دومين اخر بعيده جمل على الخدمه على القرايه اللي قريتها خاطر تشوف نهار اخر كي تخدم كيما قلت لك بيرسوناليتي نتاعك هي اللي تتحكم في كل شيء تشوف اسكو انت مثلا انا parmi les raisons نحب حبيت نحل سوسيتي نحب يكون عندي اكثر وقت زاد روحي لقيت روحي وي انه اوكي نمشي عندي دو 9 على 17 الخدمه مي ساعات تبدا عندي حاجات اخرين مش نعملهم ولي مثلا نخدم لا دومي جورني نخدم نهار كامل سا ديبون ونظم وقت من بعد تل سورت انه لي تاش نتاعي الكل نخدمهم يعني يكون كل نخدم concernant les formations et vu la variété des domaines dans lesquels vous exercez comment vous vous arrangez avec les formateurs elle est Mohamed Aziz Barhouma comment vous arrangez en fait on est tous avec un seul formateur on est avec plusieurs formateurs plusieurs experts et nous les sociétés puisque alhamdoulillah donc les sociétés تبعث لي تقول لي voici هاي نحبوا نخدموا عندنا par exemple نحبوا جماعة نعملوا لهم فورماسيون في السكوريزم par exemple هذايا خليتك un exemple في السكوريزم انا عندي نخدم avec deux par exemple formateurs tout ce qui est de domaine sécurité secourisme نشوف lequel il est disponible pour la période pour le programme زيد نبعث لهم le programme du formateur نبعث لهم le CV du formateur s'ils acceptent نقول لهم c'est bon donc on s'arrange on fixe un rendez-vous pour la formation comment vous arrangez avec les formateurs en fait ce sont des experts externes c'est-à-dire on fait appel à l'expert ou au formateur qui demande pour aider le domaine de Ayoub Barhoun qui habite بدل من الخدمة avant de changer de domaine ما خممتش في حاجة scientifique في عود ما تبدل المانجمنت ما خممتش في حاجة scientifique انا pour être franche انا نحب الشيمي على الاخر مي je n'étais pas passionnée par la recherche
وخدمت حتى الستاج نتاعي في دي اندستري فارماسوتيك و يكون في دي لابوراتوار اللي خدمتهم لي بروجي نتاعي. اوكي مي ما كاينش روحي انه واو فريمون نحب نخدم في لابوراتوار. كنت روحي لي انه جو بريفير لو نخدم في بيرو. الحقيقة حبيت نخدم في بيرو, حبيت نخدم حاجات ديزيتود, حاجات حبيت نخدم هكيك معناتها الحقيقة لابوراتوار. قلت لك خدمت معناتها لي ستاج نتاعي مي جو نيتي با فريمون هكا, ما حسيتش اللي فريمون هذيك الحاجة اللي نحب عليها. وحتى لا ريشيرش نيتي با باسيوني بار لا ريشيرش الحقيقة معناتها. انا فما عباد اخرين اللي مغرومين وحتى يخدموا دون دي لابوراتوار توا وما شاء الله عليهم ناجحين بقضي. انا الحقيقه لي حسيت روحي انه نحب نخدم تو سكي بلانيفيكاسيون مانجمنت كوردينياسيون. الكوردينياسيون حبيتها على الاخر خاطر الكوردينياسيون تتطلب انه واحد يكون منظم في مخه ويعرف كيفاش ينظم اي سي كومون بلانيفي لا جيستيون دي تاش. هذه قبل هذه لا جيستيون دي بريوريتي سي با فاسيل, سي با فاسيل مي فما ما شاء الله توا سور التليفون على سوري حتى تنجم حتى تو بلانيفي تعمل تو ريورغانيز لي تاج سولون لي بريوريتي. دونك انا جاوبي هذاك حسيت انه نحب نخدم هكاك. بعد ما خدمت في دومين بعيد على قرايتك اسكو ما زلت نجم تتذكر وتنجم ترجع الدومين نتاع صعيب امبوسيبل امبوسيبل. إذا نقول لكم أنا للتو معناتها شفت تو حديث سوسيتي ما نحبش نقف هكا, ما زلت نحب نطور تو من السوسيتي سورتو تو هذيك اللي جات الكورونا الحقيقة عطاتنا بليزيور زيدي سورتو البيريود هذه في الدار. جاوني بليزيور زيدي معناتها كيفاش نبدل. ما نحبش نحكي برشا على شنو الحاجة اللي نحب نعملهم بعد حتى لين نزيد ننظمهم, نزيد نشوف شنو نجم نعمل شنو ما نجمش. شوف معناتها نعمل اتيود دو فيزابيليتي في مخي بالورقه والستيلو شوف شنو الحاجات اللي نجم نزيدهم شنو لي فولي. بون باش نقول لكم باغ اكزومبل انا توا نخدم لي فورماسيون لي اتيود بور لي انتربريز عندي الحقيقه مده مي توا البيريود هذه قعدت نخمم فيها لي فورماسيون pour les étudiants, pour les étudiants qui recherchent l'emploi, aide à rechercher un emploi. Qui m'a aidé à l'entretien, qui m'a bien à la ouais fraîchement diplômé, un SIVP, il a voulu faire la qualité. Or notre, la formation en qualité, finissait, c'était pas haja mata poussé. Donc, j'avais ou un d'un de faire carrément le PFM TH. في الامبليمونتاسيون دان شنو هو الايزو 9001 دان سيستيم دو مانجمنت ايزو 9001 دون اون سوسيتي بي اف ام تي على ذيك دونك اختاروها. ساعات لي سوسيتي يحبوك هكا اي سي بي بي وما عندكش بلو كل ما يحبوك تعرف برشا حاجات. دونك بوركوا با حتى دي شيميست يعملوا دي فورماسيون في الماركتينغ بوركوا با تجمش تعرفش روحك نهار اخر شنو باش تخدم. Donc je vous encourage tamou des stages في الحكايه هذوما tout ce qui est commercial marketing et les tu veux مش لازم seulement la chimie باش تعرفوا انتوما réellement شنو تحبوا. انا par exemple في les formations علاش السؤال هذايا في حاجه les formateurs اللي نخدموا معاهم les experts par exemple تلقى مناش مثلا تلقى واحد ان اكسبير يخدم لي زون 9001 هذا ان اكزامبل هو على باز فيتيرينير هو على باز ام ميدسان فيتيرينير قالي في سيدي ثابت كمل خد الدبلوم نتاعو ما خدمش فيتيرينير عمل دي فورماسيون ولا يخدم شي تسمى هو ان اكسبير يخدم ان اكسبير في الايزو 9001 هي tout ce qui est management de la société 14001 tout ce qui est hygiène agroalimentaire 14001 environnement سامحني environnement 12001 sécurité tout ce qui est environnement 14001 donc انا نخدم معايا ان اكسبير في tout ce qui est 14001 9001 un vétérinaire يخدم معايا واحد اخر زاد tout ce qui est
والله انا نسيت لي دومين تو سكي سيكوريتي زيد حاجه دومين اخر بعيد قاعده في الفاكولتي وبعد بدل القلم خريج دبلوم تي وعمل دوتغ فورماسيون بقى روحو مغروم بحاجه اخرى يمشي لها دونك انت وشنو شنو مغروم شنو اللي خليك تمشي من الاول شيمي شنو اللي خليني نمشي من الاول شيمي انا دونك عملت انا حبيت نتعدى ام بي ما انا قاريه سيون باك عامله باك سيونس دونك مشينا وقتها على ليبوك ماشي كما زلت ولا في قبه العلوم يتقابلوا مع فما معناتها دي ريبريزونطون دو شاك يونيفرسيتي واحنا اللي جماعه اللي واخدين الباك نمشيو نحكيو معاهم سيتي فما مدام تيسير بن عياد اللي قراتني بعد في الانسات ماشي ما زلت موجوده ولا مدام تيسير كيتا وقت لقيناها غاديكا كي سالناها انا عامله سيونس نحب تعدى ان بي وقت قالت لنا اللي عامل سيونس دو بريفيرونس تعدي كيمي بيولوجي خاطر سي لو دومين واسهل تعديت كيمي بيولوجي والحقيقه ما ندمتش حبيت كيمي على الاخر وبالعكس محليهم اي مات الانسات ولا ما ندمتش بالكل انا انجينيور كيمي يخلص مليح في تونس والله يخلص انا ليا ديزونتيلي تاو خاطر نخدم بور ما بروبر سوسيتي دونك ناخذ لي ديفيدوند وحاجات اخرى مع ان اوتر سيستيم مي اقل من ديزونتيلي 80 نخرج 1500 دينار 80 في كي كنت نخدم في سوسيتي معناتها 1500 دينار اي تما سافا معناتها 3 ans d'expérience و تصور تاو اكثر تاو كما قلت لك توا كل شيء تبعد شنو اهم لي زيتاب لي باش تحل سوسيتي ناجحه هذا هي محل السؤال هذا مريم عبد اللطيف باش تحل سوسيتي ناجحه il faut avoir confiance en soi هذا هي لا كلي دو لا ريوسيت avoir confiance en soi عندك حاجه في مخك تعرف باش تمشي توكل على ربي وتمشي سد وذنيك على عباد يقول لك نانانا ولا اقتصاد ونانانا عندك حاجة عملت لي اتيود وقلت لي سافو فا مارشي ما عملت ليش اوكي ماري ما تعطيني انا في نيجاتيف اذا يلدي ما نعودها عندك حاجة في مخك اعملها معناتها هذيك هاي معناتها يفو افوار كونفيونس ان سوا وتنحي العباد نيجاتيف من ناحيتك كانت نجم تنحيهم تصفي العباد وبالحق عندك حاجة وعندك هكا الانستان يقول لك اي سا بو مارشي وحتى كي تشوف تحسبها قلت لقاها سا بو مارشي هذيك اول كونديسيون بعد بيان سور شنو تحب تخدم اسكو انت عندك لي زوتي باش تخدم الخدمه هذيك ولا انا باغ اكزومبل كي حليت بيرو ديتود دو فورماسيون خدمه قبل دي زيتود وخدمه لي فورماسيون خدمت قبل في الدومين هذا Donc, j'ai une idée comment faire le travail commercial, j'ai une idée comment faire tout ce qui est logistique, comment je prépare les documents, comment je prépare le cartable pour les personnes qui vont être formées. J'ai de A jusqu'à Z, j'ai le bureau, j'ai le compte un, de A jusqu'à Z, j'ai le compte un. Donc, quand tu maîtrises le domaine, bien sûr, tu connais la société. Je trouve que les étapes pour faire la société, c'est ça. كنت اكتيف في الكلوب تاع النسات عاونوك او كور دو تافي بروفيسيونيل بي هذه سالمون بور اتر فرانش انا ما شاركتش في الكلوب دو النسات عندي صحابي شاركوا بورتون شجع العباد اللي شاركوا انا جافي دوتر ريزون الحقيقه حتى بيرسونيل الكل اللي خلاني ما نجمش نعطي وقت الحقيقه باش نحضر سيتي با فيزابل بي شنو مع لي سوسيتي عسلامه وصحه شريبتك نحب نسالك على السوجي بي اف نتاعك اسكو عملت اون ريلاسيون افيك لا شيمي او ماناجمنت هذه هي جمله حميد عملت افيك اون ريلاسيون افيك لا شيمي سيتي عملت في ادويه بي اف ام تاعي في لابوراتوار و نسيت لو تيم حاجه تبع ال اش بي ال سي جو ما رابيل بلو دو تيم الحقيقه مي سيتي في ادويه سيتي اون بيل اكسبيريونس في ادويه لانك جوست بعد ما خرجت من النسات بدلت الدومين ما زلت في النسات عطاتك اون فورماسيون باهيه ان طونك انجينيور ان شيمي اندستري ولا تتروف اوبليجي على لوتو فورماسيون باهي
نادية في خذي حلو السؤال نتاعك نادية اسكو ولا اون سو تروف اوبليجي على الفورماسيون الفورماسيون اسمع لينسات ولا مش لينسات دابخي مون اكسبيريونس كي خرجت الخدمه نلقى جماعه اللي يخدموا حتى قارين في الدومين هذاك انه ما نعرفش اسكو هذايا فما حاجات لازم تتبدل في السيستم القرايه في تونس كامل الحقيقه من البريمير للفاكولتي باش حاجات لازم تتبدل لازم نزيدوا اكثر براتيك يعطيو حاجات اللي تصلح مش نخدموا بيهم انا نتذكر كي خرجت نخدم الخدمه الاولى نتاعي نورمالمون كي نخدم زيتود انفيرونمونتال نورمالمون نخدم انا تريتمون دو ديشي نخدم انا تريتمون دي زو نلقى روحي جو في ابيل اوز اكسبير على خاطر على ليبوك تاع ناش تبدل ولا تريتمون دي زو يقراو جماعه في الماستر معناتها انا قايه 5 ans واخده ديبلوم دانجينيور وما نجمش نعمل تريتمون دي زو على ليشيل اندستريال على خاطر هذا الشيء يقراو في الماستر و نورمالمون 5 ans انجينيور على غالب بالحق فما برشا حاجات انه بون فما حاجات تيوريك لازم يتقراو مي اذا ديما نحكي في الحكايه هذيا حتى ديك لونطوراج نتاعي من الصغر فما حاجة لازم حاجات يتبدلوا في السيستم سكولير السيستم يونيفرسيتير لازم برشا حاجات تتبدل الفما لوتو فورماسيون انا التو نعمل في لي فورماسيون التو فما دي فورماسيون كي نعملو بنحضر فيهم انا زيدا ساعات نلقى دي فورماسيون على يوديمي سما حاجاتهم دانييرمون زيدا كراتويتمون عملتهم نشوف على اليوتيوب حاجات ما نعرفهمش لا واش كومون جيري جيستيون دو طون بورتون نقريها لا فورماسيون هادي ما ساعات جو دوموند حتى دي انفورماسيون انترنيت مي الحقيقه الفورماسيون مش باك لينسات توت هذا اللي لاحظته اللي نقراو في الفاكولتي مش كافي امي بشير شنو لي فورماسيون ينجم يعملهم انا انجينيور ان شيمي يستحقهم في لافي بروفيسيونيل من بعد اميره بشير اللي حاجات يستحقهم في حياتك كامله بروفيسيونيل هي لا جيستيون دو طون لا جيستيون دو ستريس هذوما لازمين pour tous les domaines la gestion du temps la gestion du stress كي تعرف تنظم وقتك تي سي جيري طون ستريس تنجح في حياتك الكل هذيك اول حاجه ثاني حاجة أنا انجينيور ان شيمي يستحق في لافي بروفيسيونيل pour mon cas tout ce qui est planification tout ce qui est management planification pour un ingénieur en chimie الحقيقة نخدمو لهم احنا les ingénieurs en chimie نعملو لهم les formations pour les études de danger les formations كده حاجة bien spécifique qui نخدمو pour les sociétés نخدمو pour les ingénieurs en chimie يطلبوا علينا بلي نتفكر شويه شنو هما لي فورماسيون اللي يطلبوهم علينا صدقني نسيت لي تيم بالضبط اما حاجات يبداو اون ريلاسيون مع لي تيم نتاعهم حتى لي تالوناج حتى حاجات تبعين لابوراتوار نسيت لي تيم مي حاجات تبعين لابوراتوار اما ما تعملهمش انت توا هذاك من بعد خاطر لي فورماسيون بروفيسيونيل مع لا سوسيتي هي تعرف انت باش تحطك في تل بوست تعمل لك لي فورماسيون ادكوات ا سو بوست انجينيور ان شيمي بي محمد عزيز بالرحومه 3 او 4 ans d'expérience après avoir eu votre diplôme était vraiment suffisant pour lancer un projet et confronter notre environnement économique trouble oui c'est Mohamed Aziz oui en fait oui c'est suffisant انا جو تروف سي علاش سي سوفيزون خاطر سا ديبون انت و البيرسوناليتي نتاعك فما بيت خوافه فما بيت خوافه ما ينجموش اليوم برك كنت نتفرج على مقابله بين زوز مش لازم نذكر لسه معناتها واحد هي معناتها ما تقولوا علاش ما تحلش ان بروجي يقول لي وبرك في السكر تقول تو انت كي تحب تحل ان بروجي تفكر ديجا صعيب باش تسكرها من بعد تفكر انت كيفاش تطورها مش باش تسكرها دونك شحال بروجي قلايب لازمك يكونوا عندك حاجات في مخك لازم تصور لا سوسيتي تتصورها في مخك تقول اي انا نحب لا سوسيتي هكا اكور تيرم نحب نعمل هكا ا مويان تيرم نحب نعمل هكا ا لون تيرم عاد انت تتخيل فيها امبراطوريه دونك
مي فما حاجات وي فما كيما قلت لك انا راني ابري 3 ans 4 ans راني كي حليت لا سوسيتي راني نخدمها دو ا جوسكا زد نعرف نخدمهم الكل لي تاش الكل معناتها نخدم الكوميرسيال نبعث في الزيميل نحكي بالتليفون نحضر الاوراق نحضر كل شيء دو ا جوسكا نحضر لا كونتابيليتي نزوها الكونتابل اي معناتها كي تلقى روحك انت خدمت اذا لافونتاج نتاع لي بيت سوسيتي انه كي خدموك خدموك خوكي وحريري تخدم كل شيء قلت لك انا نصلح لي زورديناتور نتلهي بالكونتابل نعمل برشا حاجات دونك تلقى روحك تتعلم برشا حاجات في لي سوسيتي الكبار تبدا عندك تاش معينه يا مثلا انت ريسبونسابل فورماسيون عطوك جوست لي انفورماسيون انتر لاخر مثلا معناتها في لي سوسيتي الكبار مش هكاك تصير C'était facile de trouver des clients sur le marché lorsque tu as lancé ton entreprise. Oui, Amal. Oui, allez, Amal. On a déjà le portefeuille client. Déjà, on a mon portefeuille client. Déjà, on a dit que tu as un sous, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as une société. Mon portefeuille client ou fournir sur le marché, je ben Hamida, mais les étudiantes, quand tu as fait le client, tu as fait objectif de faire votre propre société dans le domaine du consulting. Tu as fait le vie professionnelle, tu as fait le chèque, tu as fait le chèque. Je ben Hamida, alors là, je ne sais pas si tu as fait le chèque, tu as fait le société. Jamais. Quand tu as fait le chèque, tu as fait le club. C'était pour des raisons, plusieurs raisons, ma raison personnelle, raison de santé, vous êtes dans la work de management, je suis le coucou, qui est trop, on me compte notre travail. J'étais timide, hein? J'étais timide. C'est pour cette raison, il y a un dit je peux gérer mon stress, je peux être très donc je peux gérer mon stress, je peux être zen, je peux être calme, je suis cool. Donc, j'aime là. نتفكر مدام هيلا مزابي نعاش مازالت ولا مدام هيلا مزابي محليها البروف هذيك كي قد كانت كي تحكينا وكي تخرج وتخدم كنت نقول لي بلي حتى واحد يلقى خدمة قبل وبعد سير الحمد لله لقيت خدمة في ساعة دونك لالي لقيت روحي انه لقيت روحي عندي دي زامبيسيون كبار على الاخر نعاش اسكو هذايا نعرفش لقيت روحي نحب نعمل وليت ان عرفت كي انت توا خطط علاش انت هاجر ايتيديونت تكون باش تحل في سوسيتي تجيك صعيبه صافي بعد تخدم صافي تحط الخطوه الاولى باش تحل سوسيتي صدقني بعد كل شيء يمشي ساهل انا نشجع الناس الكل معناتها حتى خويا بعد حل سوسيتي زاده معناتها في الفامي زاده نشجع بعضنا دونك الحمد لله معناتها لي بالعكس عمري كنت نصور روحي قبل هكاك واول ما خرجت اول ما دخلت نخدم جيتي تيميد زاده فكر اول مره باش نعمل لي ريونيون كنت حاشمه اول مره باش نحكي avec un étranger في التليفون بعد ما كملت في طول السنه بان قوشي احمر تلمون جيتي هكا تيميد واول مره نحكي مع شباب تليفون قبل كنت نرعش اول ما دخلت نخدم وصعب تطلب كيان باش تقول له حاجات لو سنه فما خشيت ديك صعيبه على الاخر ما تولي سهله تولي عندك كونفيونس في روحك تولي سهله كيما قلت لك ركزوا حاولوا تنميوا الثقه في النفس هذه مهمه على الاخر الانفيرومون تاعكم زاد اللي محيط بكم عائلتكم صحابكم حاولوا تكونوا مع اصحاب اللي طلعوكم الفوق زيدا دهنيامان نقرأ في كتاب قالك وصحيح الكلام وصحيح قال ان جنرال الواحد يكون نيفو متاعو كيما نيفو اقرب خمسة اشخاص معناتها دايرين بيه حتى فينانسيرمون ولا في الافكار متاعو انا كثير صحابي حالين واحد او حالين معناتها اللي تخدم بوغ سون بروبر كونت اللي اركيتكت حال وحده معناتها الكلهم حالين وحده مقيت الكلهم معناتها حتى اللي مش حالين توا قاعدين يخمموا مش يحلوا دونك سي تري امبورطون دو لانفيرونمون كي قبيله ايوب
كي قبيله قلت امبوسيبل ترجع تخدم اون طون كانجينيور شيمي على خاطر نسيت الدومين ولا خاطر تلمو عجبك خدمتك نتاع توا ديزولي ما فهمتش بلي ابي ايوب برهون اوكي انا نسيت الشيمي الحقيقه بون ابري تو راه باش تخدم تخرج تخدم ايوب ماش يقول لك اي ما غير ما تشوف الكتاب قول لي مثلا لا فورمول شيميك هذا لا لا فماش هذاك كلهم دوكيومون اوتوريزي تحل انترنت وفماش هذايا باش دونك سي كان نحب نرجع الشيمي ش بو مغاتريشير لا ميموار ونريغلو موي مي ماش نجم نخدم في الشيمي خاطر الدومين هذا عجبني الدومين هذا عجبني و با سولمون عجبني نحب نكمل فيه معناتها قلت لك نحب عندي دي زيدي باش نطور السوسيتي كان ربي سهل نحب زيدا نحل اون دوزيام سوسيتي في دومين اخر ديجا نخمم في برشا حاجات و عجبني الدومين هذا و عجبني الدومين هذا شو اسمه الكتاب الكتاب اسمه ملك الكتاب اسمه ميراكل مورنينغ حلو برشا كتاب هذا اسمه ميراكل مورنينغ اي هولي كيفاش انه كي تقوم الصباح تنجم تقوم افون اون اور لا ماتيني تعمل مديتاسيون تكتب لي تاش نتاعك نتاع النهار جربت على بون نجمش نشرب الكول ممكن كلك جور حلوه لا ميثود نتاعو خاطر الصباح تقوم هكا مخك صافي تنجم حتى تخمم شامش تخدم النهار معناتها تعمل سبور تعمل كذا بعد تكتب لي حلو الكتاب اسمه ميراكل مورنينغ نسيت ال نسيت شنو اسمه الكتاب بالفرنسي قريته بي سي فو بلي ما خلطتش من الاول كيفاش عملت لك ريكونفيرسيون للمانجمنت خدمت في دومين ولا فورماسيون اي ميرسي اما لو تقشيت تتعلموا بالخدمه كي تدخل تخدم انا كي دخلت ما عملوش فورماسيون ما دخلت حطوني قالوا عم بحرك تفكر مي كوليك جابوا لي هكا اوراق نقرا فيهم باش نفهم كومون هكا فير ليتود كيفاش هذا في ليزيتود مانجمنت المانجمنت المانجمنت والله ايش نقول لك مش صعيب راه كومون جيري ابري تو حتى باش تقراهم في الانسات كومون جيري اون ايكيب كومون فما ماتيير خليناها نتفكر عام 5 اني كرياسيون دو بروجي نتفكر اللي خليناها دونك كومون جيري اون ايكيب اون سوسيتي راهي مش صعيبه يسفي تنظم وقتك هذا تنظم وقتك كل شيء سهل ما حد شيء صعيب لو أمل تنصحنا نعمل دي فورماسيون سور لا نورم ايزو في الدوزيام سيكل كي تلفري انهم يسمحوا جوست بور دو زون وبعد اوني اوبليجي نعاودوهم بي وزيت اوبليجي تعاودوهم لا ولا با اوبليجي تعاودوهم كل شيء اذا كان تخرج هذايا اف ار اس نو ولا با اوبليجي تعاودو لا فورماسيون كل شيء اذا كان تخرج اي نوفيل فيرسيون لا نورم كيما ايزو تخرج 2015 دونك اللي عملوها قبل تاع 2010 هولي دونك لازم يعملوا فورماسيون لا وجدي مش كل 2 ans تخرج لا فيرسيون نو سي با فري تعمل اون فورماسيون مره برك اي برك تخرج لا نوفيل فيرسيون جوست تاع فورماسيون شو من حاجه جديده ننصحك ولي كانت مش تخدم في الكاليتي اعملها لا فورماسيون اي نصحك بها علاش نصحك بها خاطر سي تان بلوس في السي في نتاعك نجم تخرج طول تخدم ان ريسبونسابل كاليتي تجي خاطر ابري تو انا عندي سوسيتي ونعرف لي سوسيتي كيفاش يخمو ساعات باش يبدا و كتبت حاجه مش بوسي على الاخر دونك حتى واحد دوب ما تخرج ما يسالش ندخلوه معناتها يدخل مكتب حتى ساعات حتى فينانسيرمون كي تشد سوسيتي ساعات تقول تل بوست كيما نقول مش ندخل ان ديريكتور ريسورس هيومن حاجتي بواحد ديريكتور عنده موان 15 ans d'expérience حاجتي ريسبونسابل كاليتي حتى واحد جديد دونك اي سا بو ايدي تعمل فورماسيون وتنجم ان بلوس دون في السي في نتاعك وي طيار الكتاب مالك فتوحي ابارمون قريتو انت ميراكل اي ال ايروت وي طارق بالغيت وي سي سا Donc, Mariam Abdeltif, je suis formation de Maroufine et les temps les étudiants en chimie. Mariam Abdeltif, qui m'a dit que je suis formation de formation gestion de stress, gestion du temps, et je suis formation de formation gestion des priorités, et je suis gestion du temps, gestion du stress. Sinon, les étudiants en chimie,
حتى تشوف روحك شنو باش تخدم، معناتها شنو الدومين باش تخدم بيه فيه. كاينك كاينك باش تخدم في لابوراتوار، الحقيقه ما فماش فورماسيون باش تخدمها من توا باش تصلح لابوراتوار. اذا كان بعد كي تدخل بعد في مع لا سوسيتي تعمل لك لي فورماسيون اللي حاجه تابعه الدومين هذاك. سينو كيف كش تخدم نهاية خبلك كش تخدم في الماك في الماركتينج، عمل فورماسيون ماركتينج، كيف كش تخدم في ال في ال توسكي كاليتي، عمل في الكاليتي تحب مانجمنت، عمل جيستيون دي بروجي باغ اكزومبل. مي توا انا ديما نصح الكاليتي ما نعرفش علاش، خاطر يمكن انا الاكسبيريونس نتاعي هكاك اول لونتروتيان كانوا طالبين ريسبونسابل كاليتي. Mais on a quoi comme il faut savoir gérer son temps, gérer son stress, dis mal à autre faire. Le sujet qui nous tarif le pays fait à on est que je t'le cas chedma bia puis au parcours. Nadia, lele Nadia lele chedma qui m'a quoi le pays fait un puis adouia. Donc la chica m'a juste amel pays fait. Au bas de chedma chedma les études à l'environnement donc. اللي ما عاونيش حقيقه، وما كان عنده حتى كيما قلت لكم، وحتى الفورماسيون تاع الانسات لي زاندوس لي زونيفرسيتي ان جينيرال ناقصين شويه في اللي فهم لازم يعملوا اكثر براتيك، حاجات براتيك اكثر. دونك هذاك هو بيع ادويه باش تعمل فيها ستاج اي، بيع على الاخر ادويه خدمت فيها البي اف ام تاعي بيها بيها على الاخر تعلمت فيها برشا حاجات، تبعين توسكي تبعين الشيمي تعلمت برشا حاجات فيها. نجمو نعملو دي ستاج في لي بيرو ديتود، وي وي نجمو تعملو دي ستاج في لي بيرو ديتود. اون جينيرال ما يقبلوش برشا لي بيرو ديتود، علاش؟ خاطر ليفيكتيف صغير وديجا عندنا ما يكفينا من لي 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 امبلويي، وان بلوس تخدمو افيك لي اكسبير. مي سي انتريسون وي en tant qu'étudiant en bio. Eh bien en tant qu'étudiant en bio, فرح اي فرحت ادوي اي فرح فرح انا كعملت البي اف ام تي ما كوليك كانت اللي عملت معايا البي اف او زي بس كانت في تقى بيولوجي، انا وياها انا شيمي وهي بيولوجي، عملنا مع بعضنا وواحد اخرى في اللابوراتوار الاخر زاد بيولوجي. كومون فو تروفي لاندستري فارماسيوتيك pour un ingénieur chimiste؟ هي لاندستري فارماسيوتيك هي برشا. انا كما قلت لكم كنت روحي مش لابوراتوار مش جوي، دونك مي اللي مغروم به باش انا اندستري فارماسيتيك نظيفه ومنظمه. كيفاش ملي كيفاش تي ابوستولي في ادويه؟ اسكو يقبلوا لي ستاجير بلا شكتف؟ انا الحقيقه بلا كتف، دونك وقت عندي شكون كلمت ومشى معايا وكلمت شكون وقبلوني على فوق. اما تصور كنت كلموا لي بروف نتصور يجمعوا يعاونوكم من على فوق لونكادور نتاعي سي رفيق القاتري، دونك نتصور يعرف شي حد غادي كما انا اللي نعرف حد اخر يخدم البارا. كيفاش تي ابوستولي في ادويه؟ اسكو يقبلوا ولا وي رفيق جنتي؟ وي وي رفيق اللي تري جنتي رفيق، حتى عندي تو على الفيسبوك اللي تري جنتي، وكان هو لونكادور نتاعي سي رفيق القاتري، نجم تحكي معاه. كل est-ce que عملت ستاج عام سيبيا؟ وي عملت. est-ce que لازم تعمل ستاج في الدومين اللي تقرا فيه ولا تنجم تعمل اي ستاج باش تتعرف لا في بروفيسيونيل؟ ب اشرف كربو ايش نقولك؟ انا نصيحتي اعمل دي ستاج مفرقين، تمشي اخدم في ستارت اب، خاطر انا زاد جانكوراج العباد توا الحالين دي ستارت اب الكل. دونك ان شاء الله اذا واحد اخر فاق سا سوسيتي يحل ستارت اب دونك اعمل اي اعمل حاجات. انا صاحبتي وقت تقول لي عملت في بنك، تقول لي جو سي با سور على فوق ان نخدم الكل دون لي لابوراتوار، خاطر قبل نستخدم لازم تخدم لابوراتوار شيمي. مي لي اعمل اخدم امشي بيرو ديتود، امشي لي ستارت اب، امشي حاجات اخرين يقبلوك في دي ستاج وانت مازلت ما عملتش سبيسياليستي. اي بيان سور اي نيديا يقبلوك بيان سور، اي ما عملتش سبيسياليتي نورمالمون يقبلوك ما دونك بروميير اني دوزيام اني انا عملتها ستاج في لابوراتوار في الدومين نتاعك، زيد لي ستاج اوبليغاتوار في الدومين نتاعك. شمعنى ما فهمتكش كيفاش ندبر لي ستاج؟ باش ندبر لي ستاج
كان عندك معارف. انا حقيقه الاستاج نتاعي كل دبرت المعارف الحقيقه، مي تنجم تكلمهم كي بداو. انا باغ اكزومبل الحقيقه عمري ما دخل معايا استاجير، وما دخلوش معايا استاجير كي كنت نخدم قبل حتى مره. مي نشوف باغ اكزومبل خويا يدخلوا لي استاجير وكل، دونك فما دي سوسيتي يدخلوا لي استاجير. تنجم تبعث السي في نتاعك، ينجموا يقبلوك في الدومين نتاعك زادا. اي بذيك هوا، دونك جو سويت بون شانس في الباركور نتاعكم. لازم تكون عندكم كونفيونس في روحكم، في روحكم كما قلت لكم، وكل شيء سهل. نكوراج الناس الكل يحبوا يحلوا سوسيتي، وربي معاكم. Merci. Merci à vraiment, c'était très enrichissant. On a les informations. Ok. Et inshallah, je vais te donner le second speaker. Tarek Belif. باش يحكي لنا شويه على الباركور نتاعو. اما شكون طارق بالغيف؟ هو انجينيور اون ريزو انفورماتيك اي تيليكومونيكاسيون، ليدر دو كونساي اون انوفاسيون اي اسوسي ديريكتور دو ار زي. و توا باش باس لا بارول اور تو اور سكند سبيكر. نعرفش طارق وين موجود ولا موجود. صح شريفتكم، ميرسي مريم، صح شريفتكم جماعه الكل. كنت نتابع في هي لقطات فريمون باركور، تبارك الله ما شاء الله يعطيكم الصحه. بون سي فري انا مانيش في هاواي، شكون يحب يجي يعمل غطا به. دونك انا تو جو سو كندا، مازلت ما شقيناش الفتر، دونك زدت الدنيا غاويه على الاخر. قديش تو يدي 5؟ ما نعرفش تسمعوا فيا ولا ما نعرفش تسمعوا فيا ولا. مريم وي سي بون كلير، سي بون كلير. تري بيان تري بيان تري بيان اكسيلون. Donc voilà, merci beaucoup à l'estivafa hadhiya, ça me fait plaisir. J'essaie une salle, merci beaucoup aux efforts ou à cette initiative the after graduation. Et nentmana kan jit waqta kunt mazalt naqra, kanu ma'na waqta kunt naqra ana il y avait pas de club. D'ailleurs ana j'étais le fondateur d'un des premiers clubs, littéralement le deuxième club fil l'INSAT. C'était le club Stream. On avait magazine جريدة هكا نكتبوا فيها كل شيء. اي افي زاد مون كوليك مروان كي افي في انساتيك دون طون، ما نعرفش كان ثم شكون معانا تو يتذكر انساتيك. اي افي في ان سيت ويب وبال بي اتش بي، و سيتي حاصلو حاجه تحفونه برشا، يبارطاج فيها لي تي دي وكل شيء بل وقت الانترنت كان فيه. دونك فوالا جو في ريبوندر سو كا دي مريم عبد اللطيف، ميرسي بوكو. دونك جو سوي ingénieur réseau informatique et télécommunication, promotion 2005, février 2005. Et les années INSAT, c'était une autre époque. Il a fait INSAT, je crois qu'il a eu son diplôme en 2013, mais il a eu une autre. Donc voilà, je vais vous dire ce que je veux dire. J'ai fait un diplôme en 2005. J'ai été recruté par Huawei Technologies. C'était pas. Tab nous deux direct n'arrive que ça after graduation ou la tab n'arrive comme choix avant. Parce que after graduation ils ont le moment d'arriver à l'éligibilité de graduation. Mariam. Wallahi, qui m'a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que after graduation event. Bon, n'arrive comme à la roche. J'ai eu un bac en 98, un bac math. Bon, j'ai eu le bac math en 1998 au lycée Al-Mazassis. Mais alhamdoulilah, le fait que tu as dit l'INSAT, c'est vrai, l'INSAT a été créé à l'INSAT. Enfin, c'était la troisième promotion, donc l'ingénierie et les techniciennes. C'était le projet pilote qui a été une collaboration entre les INSA de France, ce qui a créé l'INSA de Tunis. J'ai fait MPI, on a fait orientation réseau informatique télécommunication. D'ailleurs, le numéro d'inscription était 911, 910.
دونك تصوروا نتوما وقتها الانسات انا وقتها دخلت النمبر دانسكريبسيون تاعي 3 شيفر معناها وقتها انا دخلت نقرا في الانسات لو نيميرو دانسكريبسيون 1 كان معانا في الانسات انا تصور واحد نيميرو دانسكريبسيون تاعو نيميرو 1 دايوغ اسمه هادي عبيدي ومن بعد خرج معناها يدور لي ايامي حاجه كيما هكا donc عملت première deuxième troisième quatrième bon j'ai dû refaire la j'ai dû retirer mon inscription en quatrième année parce que j'ai eu un accident de la route donc ce qui m'a pas permis de continuer le quatrième donc j'ai retiré l'inscription au août l'année d'après ou voilà donc quatrième cinquième année j'ai fait le projet de fin d'études c'était un projet de recherche enfin, l'INSA de Lyon avec l'encadrant de terre et docteur Elham Lenglis. Bon, en bas, j'ai eu mon diplôme en février 2015. En avril 2015, j'ai rejoint Huawei Technologies. Il n'y avait pas de ma'arif voilà, d'actif à la haja parce que le mec qui m'avait recruté chez Huawei Technologies, c'était un ami. Donc, entre guillemets, soit ma'arif, soit moi je ma'arif, c'était pas Kalem de ma'arif, c'est un ma'arif, ou le trou, c'était un ami. اللي تخلي يخدم في هواوي معناها عنده عام ولا عامين وكم اوني اون كونتاكت قلت له راه جو سري انتريسي باش ندخل نخدم في سوسيتي دو تيليكومونيكاسيون هواوي وقتها بديت نخدم انا في هواوي حتى حد ما يعرف ينطق اسمها اللي يقول هواوي اللي يقول خواوي اللي يقول سيتي حاجه جديده في تونس نتذكر وقت انا خرجت ديبلوم معناها مازال ديبلومي في يدي زيرو اكسبيريونس شكون باش يقبلني الكاتيل الكاتيل لوسانت هواوي سيمانس هذوك يلزمهم المعارف هواوي هي الريكروتي ولا بون شوز في هواوي سي كو يحبوا شكون يحكي انجلي وانا الحمد لله يا ربي حاجه من الحاجات اللي كنت مغروم بهم سي لي لونغ اي سورتو لونجلي دونك لو نيفو نتاعي في لونجلي ايتي بلوتو كوريكت بلوس كو كوريكت بور لو نيفو تاع احنا في تونس جيب 10 وتعدى انا لونجلي الحق نتاع ربي نحبو دايوغ لقيتها برشا لو فات اني نحب لي لونغ اي دايوغ كان فما كان شفتوا لو باركور نتاعي سور مون بروفيل لينكدين ما نعرفش حتى ماشي شكون طل عمل طلع على البروفيل لينكدين نتاعي خدمت توا انا توا في كندا سي لو سيزيام باي اللي عشت فيه معناها درتها براتيكمون عملت 12 سنه اللي تعداو في الجولف عملت بحرين عملت الكويت لو ستاج نتاعي عملته في فرنسا في ليون عملت ماستر بعد تا نحكي لكم على حكايه الماستر دونك نرجعوا لحكايه هواوي دخلت تخدم في هواوي دونك معناها انجينيور ريزو اوبتيك انا ريزو انفورماتيك و تيليكومونيكاسيون ما قرينا حتى شيء على ريزو اوبتيك مي ايل مون ريكروتي علاش خاطر نحكي انجلي قلت لهم راني مانيش قاري اوبتيك وكل شيء قالوا لي اش عليك ادخل الساعه عندك ان بون نيفو اون انجلي tu es انجينيور ادخل وبعد اللي قاجي دخلت نخدم دخلت نخدم على لي زوفر وقتها انا في دي بروجي مع تونسي تيليكوم مع الشيمينو اس ان سي اف تي شركه سكك الحديد معناها التونسيه تعلمت الخدمه كومون بريزونتي اون اوفر دون اون سوسيتي كومون فير اون اوفر كوميرسيال اون اوفر تكنيك بيان سور كل شيء باللونجلي لقيت روحي على الاخر بون لونجلي نتاع لي شينوا سافا معناها سلكت روحي انا دو ابروندر كيفاش زاد نفهمهم كيفاش يحكيو mais c'était une très bonne expérience مع هواوي تعلمنا برشا حاجات صحيح قريت انجينيور اون ريزو انفورماتيك و تيليكومونيكاسيون لا استحقيت لا لي ريزو انفورماتيك لا لي تيليكومونيكاسيون دخلت لهواوي خدمت كلكو موا على دي بروجي في تونس ومن بعد يافي ان بروجي في ليزيد دو كاب فير جزر الراس الاخضر هذوما ما كنتش نعرفهم جمله يا سيدي مشيت عديت غادي 10 ايام avec Cap Vert Telecom, je suis au Sénégal, je suis au Niger. Donc, alhamdoulilah, on est avec la première année MTA avec Huawei, fait service à la police nationale au niveau régional. J'ai dit beaucoup de choses à Dakar, au Niger, j'ai fait des projets sur Tchad, à la Malta, à la Mali, ou des projets MTA Cap Vert. ومن بعد bien sûr, انا خديت diplôme d'ingénieur, لكن قعدت في مخي نحب نعمل ماستر. صابت معناها الدوسيات في ماستر دونك قلت لك دخلت نخدم 2015 في 2016 في 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 الصيف نتاع 2016 جويلي ولا اوت بعثوا لي قالوا لي راك تي شوازي باش فك الدوسي ماستر اللي صابت فيه في الانسات دونك مش في الانسات اون فيت سيتي اون سيتي اون وحده اون معناها
co-tutelle entre l'université de Tunis et Scuola Sant'Anna, qui est l'Aqua Université en Italie. Bon, enfin, Scuola Sant'Anna ou Scuola Normale en Italie, mais Scuola Sant'Anna a offert 30 postes pour 30 élèves ingénieurs tunisiens pour qu'ils fassent un master en International Master in Communication Networks Engineering, où j'étais le deuxième. Hein, donc, j'ai tenu la réponse. Où est-ce que j'ai fait le travail de project manager régional ou salaire de Barcala, Tafoun, Allah, où on sait faire passer les pays, le col. Quand je suis allé, je suis allé. Est-ce que je suis allé dans le master ou je suis allé dans le Huawei? Je suis allé l'ego de moi, je suis allé dans le master. Et c'est un master doctoral en plus. C'est un master de recherche ou professionnel. Je suis allé dans le fait. في واوي قلت لها ما اسمع راني جو في كيتي قالوا لي علاش ما عجبتكش السالير ما عجبتكش الشهريه تحب نزيدوك لا لا قلت لهم لا غيان دو تو سا جاني ان ماستر باش نمشي على ماستر نرجع لكم مخير قالوا لي داكور اوكي اللي تشوفوا مشيت لايطاليا عملت عام ديجا لو روتور انك تكون تخدم ترجع تقرا صعيبه برشا اي افيك سا مشيت عديتك العام هذاك ومن بعد تعرف انت تعدي لي 8 mois لي 6 mois ولا لي 8 mois نتاع الماستر تقرا سي تي ان ريتم اكسيليري ومن بعد يلزم ان ستاج دو فاليداسيون لي ستاج دو فاليداسيون كيلز افي هما الكل نيتي با معناها حاجه كبيره قلت لهم شنو نعمل معناها ما حتى ستاج عجبني قالوا لي دبر انت ستاج كلمت جماعه هواوي قالوا لي اسمع طارق انت تو كلمتنا او بون مومون عندنا ان بوست في الاوبتيك زاده في الخدمه اللي كنت انت تخدم فيها بازي في روما اش قاولك تاخذه ولا قلت لهم ناخذ مشيت خديت الاستاج هذيك مشيت لروما خاطر القرايه في بيز مشيت لروما عملت معاهم 4 mois اون طونك زاد بون الاوراق نتاع ستاجير انا دخلت اون طونك برودكت مانجر معايا وفي الاستاج هذيك رجعت لتونس غوميز دي ديبلوم ديسمبر 2007 ومن بعد لقيت روحي كهو رجعت لكاز نيميرو 1 بطل مي اونتر طون هواوي قالوا لي ارجع معانا معناها قلت لهم بون ما نحبش نرجع في تونس تو ساي وليت ماستير وكل شيء عندكم شي بوست في بلاد اخرى لو جولي منا عطاوني يفخ وقتها في تشاد عطاوني يفخ في الصين عطاوني يفخ كذا ديما يا في ان بروبليم دو سالير وان بروبليم دو كونديسيون في الاخر ايمون فير ان بوست هيد اوف ترانسميشن ديبارتمنت في هواوي بحرين خذيته ومشيت من وقتها مشيت للبحرين اون سبتمبر 2008 و جي باسي 2009 2010 ان 2010 الكاتيل لو سانت مون كونتاكتي قالوا لي حابوا ناخذوك معنا نقصت مع الكاتيل لو سانت قالوا لي ما صعب باش ناخذوك معاكم معنا راهو بحرين الكويت قلت لهم بيه داكور قلت كيف بون بحرين الكويت هاني جي معناها جي سوتي سور لوبورتونيتي باسكو فيها ميم ان ميور سالير و ميور اوفر ميور دو ريسبونسابيلتي كبرت في الكارير نتاعي دخلت نخدم في الكاتيل لو سانت بحرين اون سبتمبر 2010 اون جانفيي 2011 فان اون ديسمبر 2010 قال لي اسمع راهو اون فا باش نحاولوا ليكيب الكل باش نمشيو للكويت خاطر ان دو نو de nos clients, les comptes clients, les comptes partenaires de Malian, c'était Zain. Zain, parfois Zain Télécommunications au Moyen-Orient, qui est basé au Bahreïn, rajouté au Koweït. Donc, je suis d'accord, ok, je suis là pour le Warak, je suis là pour bien sûr, ça, le 12 février, je suis allé au Koweït, je suis allé au Koweït, je suis allé au Koweït, je suis allé le 12 février, le 14 février, je suis allé au Bahreïn. Je suis allé au Bahreïn. Je suis allé au Bahreïn. مشيت للكويت بون ما رجعتش للبحرين انا جيت سيبوزي نرجع باسكو خليت داري محلوله وكرهبتي وكل شيء وغزمون عندي صحابي في البحرين بعثت لهم تصرفوا هما حصلوا الكهرباء بعثت توكيل للريح نبيعها وكل شيء بعث لي فلوس وانا قعدت في الكويت الكاتيل لو سانت بديت نخدم 2011 2012 2013 هواوي سرحت على لو مارشي وتبارك الله معناها هواوي سيتي اون ريوسيت من الاول معناها ناويين على ليدرشيب توا اليوم هواوي اقوى شركه نتاع تيليكوم في العالم اجمع
الكاتل بيسنت مع 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 عودتش بقى تروحها مع مع هواوي بدأوا يسكروا في البيروت. سكرنا بحرين، سكرنا سوريا، سكرنا إيران، سكرنا أفغانستان، وجاي حصلوا ضربة في رأس الكويت. جاني حصلوا ديريكتور بي قال لي شوف ترى قرا وش نسكروا تو الكويت، عندك دو شوا، سواء نعملوا لك تيرمينيشن معناها تاخذ الهبوط نتاعك تخرج على روحك، سواء تقعد معنا في الكاتيلو سانتا ما تدخل الجوب ماركت نتاع اون انترن معناها وتشوف ان بوست في بلاد اخرى، وكل شيء بيان سور خالص على الشركه. معناها دخلت نلقى ان بوست في اذربيجان، ولقيت ان بوست في قطر، مي جماعه قطر وقت كلمتهم لقيتهم البوست تم شكون ناويين عليه يعني اون انترن في بعضهم، ثم في اذربيجان و ويافي زاد لو ماروك كلموني، مي في لو ماروك لوفر فينانسيير ايتي حاله معناها سورتو ثم 40% دو تاكس ديجا سالير اقل اون بلوس تضرب برسك شطر تاع السالير. وين وقت في بيريود عندي بنايه صغيره ني اون 2011 اليسا، وين معناها عندي بنايه صغيره ما حبيتش معناها نشخشب الجماعه الكل، قلت له حاصلو الديريكتور بي قلت له اسمع عطيني الهبوط نتاعي ناخذ تيرمينيشن معناها بلغه اخرى ادمنستراتيفمون طردوني ما يسالش، اما نحب نقعد في الكويت باش نمشي نزعزع العائله الكل معناها سنة اوكان سونس. دونك خديت معناها التيرمينيشن نتاعي في الكاتيل دو سانت، وانا كوم لو كليون نتاعي زين كي سون بازي في الكويت نعرفهم بالكدا، وعندي كلكو انسايت على الاحتياجات نتاعهم اون ريكروتمون. مشيت حكيت مع لو شيف استراتيجي اند بزنس ديفلوبمنت اوفيسر، قلت له راني سايره وهذه اخر ايامات عندي مع الكاتاليسان. قال لي لقيت حاجه اخرى، قلت له ليه راني مازلت نلوج. قال لي قالك تو معناها اسكو سا تانتيريسري باش تو رجوان مون ايكيب معناها تو رجوان زيد. قلت له انا بصراحه قلت له لقيت معناها حاجات ميل برا من الكويت، مي كان ما لقاش خير من اني ندخل معاكم انتوما، ديجا نعرف بالكدي اللي نعرف لا سوسيتي وخير لي انا ما نقعد شوف بلاص. فهو على ضالينا مين دخلت نخدم في زين كوم ريسبونسابل انوفاسيون اي سيرفيس ديجيتو بوندون 2 ans اي كلك، ومن بعد كهو فيت لا ميسيون افيك زين. وقتها انا نخمم فيها نحب نحل لا سوسيتي نتاعي، وهذه معناها دون لو كونسلتينغ دون الانوفاسيون اتسيتيرا. تعلمت برشا زاد من زين كيما تعلمت من كاتيلو سانت ومن هواوي تكنولوجيز. بون كوم جيتي في الكويت، في الكويت امبوسيبل تحل شركه نتاعك وحدك، لازمك تحل افيك ان لوكال وتبدا هو عنده 50% وانت عندك 49%. رجعت للبحرين، في البحرين تنجم تحل شركه نتاعك 100% وانت معناها تي كفيل روحك، مو حكايه الكفيل معناها باش تطلع ريزيدونس يلزمك الكفيل. كي تحل سوسيتي، السوسيتي هي الكفيله نتاعك، دونك واحد كفيل روحو ابخي تو باسكو جي جو سوي 100% معناها البروبريتير نتاع الشركه. Donc en 2015, من 2015 2019, on a fait quelques projets. Un بدا في الانتربرونيا، بيان سور العام الاول واحد يبدا يرامي وما ثماش مدخول والكراء وصرف ما ترد وكذا. يظهر لي هنا تفهم فيا برشا معناها كي نحكي على الانتربرونيا تبدا لي بروميير موا لي بروميير زاني اجبد ما ترد جبل تتهد. Donc, on a quelques projets avec des opérateurs de télécom, avec des ministères, avec surtout avec une université Kbira au Bahreïn, Arabian Gulf University. On a mené une transformation digitale, on a mené une data governance framework. Ou entre temps, bien sûr, l'année là où le CNI fait le travail, ça en 2018, peut être l'humour de Tihachoya, ou on a dit que Bahreïn est un pays dans le Golfe. ومارشي صغير برشا وبرشا كونكورونس، وبديت عاد تلعب لي في مخي حكايه هاو ثم اكسبريس انتري وهاو كندا وهاو كذا. قلت بربي احنا انا شنو ناقصني، هاو عندي اكسبيريونس انترناسيونال وعندي برشا حاجات معناها عملتهم وعشت في برشا بلدان، ماهيش كندا هي اللي معناها دي بلو ديجيتاليزي واوفيرت اللي باش نقف عليها. صبيت دوسي جاتني لا ريبونس في 4 شهور، قالوا لي مرحبا بك هذه كارت سيجور كارت ريزيدون بيرمانون تاعك. توكلت على الله جيت للكندا، وصلت لما حنا نهار تركبت في الطياره يتوفى البشبوكش الله يرحمه.
انا جيت الساعه كملت اموري سكرت اموري في البحرين وسيتي فان جوان. قلت نعدي ثلاثه جمعات في تونس نشوف العائله وكل شيء. لو 25 ركبت في الطياره جيت للكندا. بون كي تجي البي اول مره تحط فيه ساقيك راهو سي با ايفيدون دو تو سيغتينمون. ثم شكون فيكم الجماعه اللي معانا توا كونكتي يسمعوا فينا ويسمعوا برشا على الايميغراسيون لكندا، راهي ماهيش صعيبه ما ماهيش سهله. لو كي توصلوا هوني تلقى روحك نكره ما يعرفك حد. انا كان جيت في الجولف معناها عندي الريزويت نتاعي دي زوم دافير دي وزره دي نعرف برشا عباد، هوني ما تعرف حد. دونك دراعك يعلف ما تقولش انا انجينيور وكنت ديريكتور في جروب دو تيليكومي. هنا راهو اسمع، هنا تخدم اللي يجي باش تجيب الفرانك لازم تخدم اللي يجي، تمشي تخدم اوبر دليفري. ما نعرفش انا كان عندي صدقني انا تو في الكونفينمون هذايا كان جيت عندي حتى اون بوتيت براتيك نتاع صنع الحجام راني استغنيت. العباد حصلوا هكا شعوراتهم. دونك يا بوكو دو بيزوان. بالحق ثم برشا حاجات في كندا افير اي ديفلوبي. جيت انا ساكن تو في سوكون ابل في كندا سيليكون فالي نورث اللي هي سي لو بارك تكنولوجيك نتاع لو كارتيي ويست دوتاوا اسمه كاناتا نورث. جو سوي بازي ايسي حليت جي انكوربوري لا سوسيتي نتاع هي بيدا. ما نعرفش كان تدخلوا انا ماذا بيا ديزين ساتيان يدخلوا على لا باج لينكدين نتاع اني باش نعمل شويه بيبيسيتي يعني لا باج لينكدين نتاع اير زد كونسلتينغ ويفولويوها ويتبعوا. معناها انا توا جي با كومونسي فير دي بروجي. بون جو في دي بيتي تروك. عملنا دي شوز بور البلدية نتاع اوتاوا دي ويبينار. جو مي سوي انجاجي افيك اون اسوسياسيون نون فور بروفيت يسميها، معناها اسوسياسيون نون لوكراتيف اللي لي ممبر نتاعها سي دي سمول بزنسز سي دي انتربرونور سي دي ستارت اب. وانا وقت دخلت معاهم بديت نعاون فيهم على كيفاش ايلز ادوبت لو ديجيتال ايلز ادوبت لي زوتي ديجيتو باش ينقذوا البيزنس نتاعهم. خاطر تعرف ملي بدا الكوفيد 19 الحاكم قال لهم لي نون اسينشالز الكل سكروهم، الريستورانات سكرت، العباد طرد في الخدامه نتاعها. ومن بعد كي ولا ثم برشا تطريد الحاكم قال لهم اسمع ما تطردوا حد رجعوهم، انا تو نعوضكم لي 3 كار نتاع لي سالير. تصور انت الحاكم اليوم في كندا باش العباد ما تطردش يعطي في 75% للامبلويور دي سالير، الامبلويور ما هو يعمل في حد شيء. قالوا ابعثهم خليهم يشدوا ديارهم هام 75%، تحب انت تحب تخلص 25%، تحب تجيهم تقول لهم برجلي اخويا انا ما عادش ثم بزنس هاو تنعطيكم 75% تاع الحاكم. وبرشا عباد عاملين هكاك. انا دونك جو مو سوي زونجاجي في الفولونتاريا، جو في بوكو الفولونتاريا، عندنا دي ويبينار دايوغ كان تحبوا. بون لي ويبينار كلهم سي سون اون انجلي باسكو في اوتاوا سي اون انجلي. كان جيت في مونريال راهو كل شيء بالفرونسي، انا هوني سون بيلانغ مي كلي بريفير لونجلي. نعملوا في دي ويبينار، عندنا دي ويبينار لو 19 و 20 الوقت هذا. دونك انا توا عندي الخمسه واربعه، مي لي ويبينار يبداو الاربعه دونك قبل بساعه ونص من توا. ما نعرفش انتم عندكم توا العشره واربعه يبداو التسعه بوقت تونس. كان تحبوا معناها فو بوفي رجواندر لي ويبينار هذوما سون اون انجلي باهي راهو انجلي. الجماعه اللي ما هماش مغرومين باللونجلي راهو الانجلي سي لا لونغ سي لا ميور لونغ اللي تنجم تتعلمها، ماهيش لغه صعيبه. احنا نعرفوا العربي نعرفوا الفرنسي، الانجليزي راهو لغه بهيمه برشا فيه الاي او يو وهي اكاهو معناها ما هو ما فيه شكل لامبارفي و باسي كومبوزي و بلوس بارفي. راهو اسمع لغه سهله برشا و سامبل برشا وفي ساعه في ساعه تتعلمها ببراتيك تتعلمها. نرجعوا للموضوع نتاعنا. دونك ما نعرفش يظهر لي انا بديت جي في مي 20 مينوت وانا نتكلم. جست باش نقول لكم اللي قاعد نعمل في بوكو دو ويبينار و جونكوراج بوكو كان اللي يحبوا يتبعوا معنا حتى ا ديستانس يسمعوا لي ويبينار. لي ويبينار شنو هو؟ انا اون طونك تعرف معناها من اير زد جانترفيو نعمل ديز انترفيو دي ستار هنا في اوتاوا دي زونتربرونور عندهم سكسس ستوري دي زونتربرونور نساء ولا رجال دي عباد عملوا دي يونيكورنز معناها اون سوسيتي اللي قيمتها اكثر من des millions de dollars. Ils sont très très inspiring. Ils sont très inspirants. Les mots qu'ils disent, je suis un des gens qui apprennent de eux. Chaque fois que je fais un entretien
ولا ان انترفيو مع واحد من اللي من اللي يونيكورز هذوما ولا لي زونتربرونور هذوما يعطيني شحنه ايجابيه باش نزيد نامن باللي انا معنا لا ديسيزيون اللي انا جيت لكندا سي اون بون ديسيزيون خاطر جيت لكندا في 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 جويلي ولا في اوت جي انكوربوري لا سوسيتي في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي سي لا بيريود بلانش الدنيا الكل بيضاء والناس كل شادين ديارها والدنيا شتاء وما يخرج حتى حد وحتى البزنس ما يدورش بالبدايه هنا مي احنا رجعنا حصيل وحلينا حبينا نحلوا عينينا في فيفريي جانا بايك كوفيد 19 دونك اكا الواحد الى اسيي دو ريبروندر دو بروندر دو بون ديسيزيون سيت انفستي في لونتربرونور في في الفولونتاريا والفولونتاريا الى il m'a aidé à développer mon réseau تاو je suis connecté avec des présidents d'associations des CEOs des تصور انت شوبيفاي كي يسميوها الكنديان برايد شوبيفاي سي ان سوسيتي قال لك بديت من الكراج وفي ساعه في ساعه كبرت معنا حاسيلو خلينا نمشيو توا للي كيستيون بداو العباد يسالوا فيا في لي كيستيون استنى استنى دوما تاعي انا لي كيستيون ولا ب يظهر لي ما نعرفش ويني مريم حاب نسمع مريم عاد انت موديراتريس قص لي السبيتش نتاعي ونتعديو لي كيستيون كان تحبوا بيان سور وي تفضل فما البارتيسيبون سالوك شنو هو كتجب تحكي لنا اكثر على ار تي على ار تي بي لا فورماسيون تاع ريزو انفورماتيك تيليكوميونيكاسيون انا نجم نقول اللي نحب نقول لكم اللي كلمه ريزو انفورماتيك هي لا كلي في لو نو لا دينوميناسيون نتاع لا فيليير خاطر كي تقول ريزو انفورماتيك اي تيليكوميونيكاسيون تقول كلمه تيليكوميونيكاسيون اول حاجه تجي لمخك هي واحد يتشعبط في بوتو يخدم في سوسيتي اللي يعمل فيها انترفونسيون اي با انا وقت دخلت نخدم في هواوي هواوي سي سوسيتي فورنيسور دو اكيبمونتي دو تيليكوميونيكاسيون دخلت ما نخدم ما نفهم حتى شيء في التليكوميونيكاسيون كان دخلوني نخدم في الداتا كوم نخدم على لي روتور نتاع هواوي بوتيتر نجبد شويه لا تيليكوميونيكاسيون لكن كلمه تيليكوميونيكاسيون جات قبل وقتها اش معناها معناها انا دخلت انا في الريزو انفورماتيك تيليكوميونيكاسيون في لي زاني 2000 في لي زاني 2000 مازال لي تيليكوميونيكاسيون مازالوا في الـ في الـ في الجينيراسيون الاولى والثانيه نتاع لي تيليكوميونيكاسيون كي نافي ريان افوار افيك لي ريزو انفورماتيك اليوم تو براتيكومون لي تيليكوميونيكاسيون كلهم برونشي على الريزو انفورماتيك ام بي ال اس دوكوم جي بون اف تي تي اكس معناها فايبر تو ذا اكس توا كي تقول ريزو انفورماتيك تيليكوم جي يو ميم دي des échanges avec des profs ou des étudiants qui apprennent sur le réseau informatique et télécommunication le chose qu'ils apprennent فيهم اليوم مش هو الشيء اللي نقراو فيه نحن في les années 2000 بعد 20 سنة برشا بروغرامات ils ont été mis à jour و برشا des modules تبدلوا pour s'adapter للمقتضيات المتطلبات العصر انا وقتها خرجت ما ثمش 3G ثم كان 2G كهو اللي هي GSM اللي نعرفوه نحن GSM بعد ما خرجت انا يعني له 3G والكاتجي والسانجي هذوما انا راه قريتهم مش ما قريتهمش ما قريتهمش في الانسات الدوج 3G قريتها وقت عملت الماستر وبراتيكيتها وقتها معناها نخدم في هواوي يافي دي فورماسيون نعملوهم نحنا في الدار وكل شيء الكاتجي والسانجي واحد يقراها فيها وحده زاد معناها في الشركه اللي يخدم فيها خاطر انا كنت نخدم فيها الكاتاليسات وقتها طلعت ال تي او كاتجي يجيونا دي دوكومون واقرا معناها لازم تقرا وحدك خاطر انا جيتي بزنس ديفلوبمنت مانجر نبيع في الكاتجي للي زوبيراتور ما نجمش نبيع حاجه ما نعرفهاش دونك يلزم نقرا يلزم نشربها الكاتجي قبل ما نبدا نبيعها ونحكي عليها للي كليون باش بيان سور تبدا عندي مصداقيه وتبدا عندي نبدا نتمكن من السوجي بون 5G توا سي ان اوتر سوجي انا جو مو سوي ديكونيكتي شويه من لي تيليكوميونيكاسيون خاطر لا براتيك معناها لو كونساي اللي نعمل فيه انا في ارزيت كونسلتينغ سي l'activation des nouvelles technologies dans les industries autres que les industries déjà matures, mûres dans la digitalisation. Je m'adresse à l'éducation, les petits business qui sont mûres dans la digitalisation. Mais, il y a des questions. Tu peux dire qu'il y a l'RT. Qu'est-ce que tu veux dire à l'RT? L'RT, je vous dis, c'était l'ancienne génération اللي تقراو فيهم انتوما اصح وتمشي اكثر مع لي زاني 2019 2020 2021 باسكو لي بروغرام يتبدلوا نوت كيسيون استنى خلينا وي
تقراهم في ديسكوشن لي كويستيون فما امال تسال سي لي كوتي بروفيسيونيل ولا بيرسوناليتي كي لومبور دون دومين بروفيسيونيل باردون سامحني يظهر لي فما امال تسال امال داكو خلينا نرجع نقرا لي كويستيون دونك امال ثم وين امال دونك نقرا ساعه خلينا نشوف لي كويستيون اول باول ساعه قالت لي نلقى اشرف كربول قال لي معناها اللي قريته الكل بس تعملتوش ليه تبدا انت تعمل انفورماسيون دانجينيور راهو مش لي موديول اللي هو ما مربوطين باسم الفيليير هو اللي باش تستعملو ليه راهو دي ستود دانجينيور راهو سي ان تو وان انجينيور سي دو بون سونس تتعلم لو بون سونس تتعلم حاجات حتى فيك انت حتى في اللابسيكولوجي نتاعك انت كيفاش تجير لي شوز معناها انا كي نقرا انا كي خرجت انجينيور وثم برشا حاجات تعلمتها في لو سيكل انجينيور اللي قريته سا فو با دير اني انا كي باش نخرج من الباب اللي نسات في يدي الدبلوم تاعي ما نعرف كان انجينيور يلزمك تكون بوليفالون وما يلزمكش تحير في حتى شيء خاطر تخرج من اللي نسات معناها تاخذ دبلوم دانجينيور نتاعك يبدا عندك ان بون سونس تعلمته من لا في اللي عشتها في période d'étudiant اللي انت عديتها في الانسان مثلا par exemple est-ce que vous êtes قاعدين تعملوا في des activités estudiantines مع les clubs كذا هذيك راه سي très important يلزمكم معناها تنشطوا في les clubs تنشطوا في في الفولونتاريا في الجمعيات الغير حكوميه المجتمع المدني معناها ان انجينيور ما يلزموش يقعد مخه مربع concentré كان على القرايه نتاعو راهو ان انجينيور سي لا بيرسوناليتي نتاع الانجينيور كيما نقولوا ما نعرفش انا باش نعطيكم اكزامبل ميم سي لا علاقه بالدومين نتاعنا اكزامبل مثلا نقولوا اليوم وزير صحه من غدوة في التحوير الجاي نجم نلقى روحي وزير ماليه مش معناها وزير الصحه يلزم يكون بالضروره طبيب وزير الماليه يلزم يكون معناها بنكاجي ولا يلزم يكون اكسبير اون فينانس دايوغ وزير الماليه نزار يعيش سي ان كونسلتون اون تيليكومونيكاسيون دوريجين نعرفو دايوغ معناها اون كولابوري انصومبل وقت كنت في زين معناها تعاملنا معاه فوالا اي نغيان افواغ افيك الماليه مي اون بيرسون سو كي في دو لوي وزير سي لو بون سونس اللي جاي من الاكسبيريونس نتاعو القديمه الكل قطع النظر على الدومين اللي قراه ينجم يكون طبيب ينجم يكون ما نعرفش انا مهندس معماري اي حاجه ما نعرفش عبد اللطيف المكي اللي هو وزير صحه بون سي فري سي ان شيميست ابارامون على اوريجين مي ابي سعاد عبد الرحيم ابارامون سي ان فارماسيان الفورماسيون تاعها ابارامون عامله فارماسي ما قرات لا انا لا حتى شيء هكا رئيس بلديه اي الجي سي لو بون سونس راهو سي لو فيت دافوار اون فورماسيون سوا دانجينيور سوا ميتريس سوا اي حاجه سي شيء اللي ce que la vie fait de toi وقت تكمل قرايت مش كان القرايه قطعت النظر على القرايه نرجع لك للسؤال نتاعك سي اشرف اللي قريته الكل ما استعملتوش لا تستعمله صعيب انك تستعمل اون بارتي منه لكن لا بارتي اللي استعملها اكثر هي معاملتك مع العباد باش تدخل تخدم في شركه الشركه باش يبدا عندك عروفاتك لازم تعرف كيفاش تتعامل معاهم لازم باش يبدا عندك عباد تحت منك زاد لازم تعرف كيفاش تتعامل معاهم مش من منطقه انا بوكم يا الولاد انا عارف ونحكم فيكم لا با دي تو الناس الكل سي ديفيزيبل في السوسيتي هذوكم نهار من النهارات باش يجي حاجه الفيزيبل هذيك باش يترشق سواء الغلطه عملتها انت سواء عملها اللي فوقك سواء عملها اللي تحتك مي ديما ثم مسؤوليه عليك انت دونك تو دو جيري تو دو بالانسي المسؤوليه هذيك و تو دو معناها تعامل العباد معناها ابري تو اون اي دي زومان لي سوسيتي لي انتربريز سي دي زومان يتعاملوا مع بعضهم دونك لي زومان هذوكم يخلقوا بيئه ويخلقوا ان انفيرونمون يخدموا فيه الناس الكل في كنف الاحترام والبروفيسيوناليزم زاد باش نشوف شويه دي كيستيون اخرين علاش مش تونس ناديا هذه حكايه اخرى انا هكاك انا ديجا سي حاجه بيرسونيل انا عشت حياتي كامله ديجا بحكم ال بون لا بروفيسيون دو مون بير كنت في برشا بلدان في تونس وانا نحب ديما نبدل من بلاصه لبلاصه وجافي يعني قلت لك مغروم باللونجلي دونك كوم واحد مغروم باللونجلي دونك يتفرج على بوكو تشان ويحب السفر وكنت نحب نسافر برشا كنت نحب نتعرف على دي كولتور جدد كنت نحب نتعرف على ناس جدد
كنت مغروم برشا بالتشات وقتها، كنت مغروم بالتشات مش كلي تشات نتاع كيكه وبره، معناها مشات مع بيد اللي في فرنسا واللي في المانيا واللي في هكيك، نتعرف على بيد عبيد جدد و جو كومونيك مع عبيد موجودين برا من تونس. سي سيتي هكيك سي نحب لوفيرتور سور دوتر كولتور. دونك علاش مش تونس؟ سيتي ان شوا، مي تونس هذيك ديما في القلب كما نقولوها، بلادي وانجرت عليا عزيزه. احكي لنا على الفورماسيون تاع اختي. بون هذه صحيح، جي حكيت على الفورماسيون تاع اختي. لا فورماسيون تاع اختي قاعده تتبدل كل عام، راهو اللي يقراوه جماعه الاختي 3 مثلا السنه مش هو بيدو اللي يقراوه العام تاع الماور، مش هو بيدو اللي مش يقراوه جماعه العام الجاي، خاطر لا تكنولوجي شونج و les cours, les programmes changent aussi. Quel est votre avis à propos de la formation RT de l'INSAT? Hack, من أحسن les formations. Où je suis très très fier. Et d'ailleurs, je vais vous parler de l'INSAT ou l'INSAT sur Facebook. Avant de commencer Facebook, j'ai créé le réseau INSAT parce qu'il y avait les networks. Je ne sais pas si avant de commencer Facebook dans les années 2006-2007, je l'ai rejoint. D'ailleurs, hatta en 2000, j'ai créé mon compte LinkedIn en 2007. Mon update LinkedIn. Ou quand on a mené à l'heure, ou quand on sait que LinkedIn, ça sera le plus grand réseau professionnel dans le monde. On a fait des amis, 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 des LinkedIn. Des amis, 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 des profils LinkedIn. Des amis, des amis, des amis, des j'ai créé donc le réseau INSAT. وبعد نحاو حكايه لي ريزو وحولوهم لدي جروب. دونك اكبر جروب توا في جو سوي ان دي فونداتور دو اكبر جروب في الانسات يظهر لي سور فيسبوك، يظهر لي عندنا فيه توا 17000 ممبر من انساتيا و دي زونسيان انساتيا و دي فيتور انساتيا و دي فان دو الانسات و دي زونسيون على الانسات و دي ستاف دو الانسات. يظهر لي ناقص كان ستور حاصلو باش عم بروفيل لينكدين ويولي ممبر زاد في الجروب انسات سور فيسبوك. Ou dit maintenant où je vois des modérateurs, parce que on a une équipe de modérateurs et de et d'administrateurs. Les dit on veut recruter plus de personnes ou faire à barcha maintenant le lost and found ou faire à barcha chose. Certainement barcha même comme il y a le groupe aidé. Mais c'est le côté professionnel ou la personnalité qui l'emporte dans le monde professionnel. C'est une combinaison des deux. Amal, c'est une combinaison des deux. اللي قريته واللي تعلمته اي راهو الواحد صحيح. انا مثلا عندي طبيعه، لكن جو با دير اللي طبيعتي ما تبدلتش بالكل. راهو الشيء اللي عشته الكل في الدومين بروفيسيونيل وفي عائلتي ومع صغاري ومع العبيد اللي عشت معاهم ومشيت للبحرين ومشيت للكويت ومشيت لايطاليا، كل ما تعيش اكسبيريونس كل سكوند تعيشها تعلمك حاجه جديده ويمكن حتى تبدل فيك حاجه تنجم تكون كانت خايبة وولت باهية. كل فيلم تتفرج عليه يعلمك زادة عبرة وتتعلم منها وتبدل فيها حاجة. On est en changement perpétuel et continu. Donc, qui باش نجاوبك, le côté professionnel et la personnalité, c'est une manière. Le côté professionnel et la personnalité sont deux éléments, mais beaucoup d'éléments qui forment le cocktail de ce que tu es aujourd'hui. Ben, ما يفرحات. Finalement, في شنو استحقيتها لاختي؟ كلمة اختي وحدها معناها كان باش تاخذها معناها ما استحقيتش اختي كهو، استحقيت لو موند اللي عشته باش عمل باش وليت انا انجينيور اختي. الانسات سي ليكسبيريونس، الادارة نتاع الانسات سي اون اكسبيريونس، المطار هذاك وكل الكولوار الكري هذاك ديجا سي اون اكسبيريونس وحدها. L'interaction avec les autres, avec les l'enfillet, le façat, le projet de fin d'études, le mini-projet, et donc, comme c'est des expériences, tu as raison dans ta vie, où ils font de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais, c'est Mahmoud Al-Hammami, ou Al-Hammami, je ne sais pas, bon, enfin, un H. Donc, là où il y a une sorte, mais il y a un système qui est ما حسنوا شيء. لا 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 ثم برشا حاجات تحسنوا. انا جو سوي اون كونتاكت افيك بوكو دو ميز انسيان انسيان وثم جماعه قراو معايا ولاو يقريو في الانسات يقولوا لي يقول لي راهو ثم دي شانجمون ميم سي صغار مي ثم لي شانجمون انت ما تحسش خاطر انت قاعد تقرا، مي احنا اللي نشوفوا
في الافتر كما نقولوها في الافتر نشوفوا كيفاش احنا كنا نقراو كيفاش توا قاعدين تقرا. ثم برشا حاجات قاعدين يتحسنوا بتات ثم حاجات قاعدين يرجعوا بالتوالي زاده مي الفو دو تو بور فير امون. سي محمد علي الزعبي, que pensez-vous du domaine de la sécurité informatique? La sécurité informatique, c'est un module qu'on a en tant que réseau informatique et télécommunication. C'est un module qu'on a pendant la quatrième année ou cinquième année. Tu peux te spécialiser. La sécurité, donc, la sécurité elle est informatique. Même la CCTV ou la caméra ou tout ça, ou la détection d'intrusion, ou bien sûr, sécurité, la sécurité elle est informatisée. Donc, le domaine de la sécurité informatique, c'est un domaine d'avenir. Surtout avec le jraam ou le rehab ou le chéri qui est en train de faire, tout le chéri sécurité informatique. Vous êtes déchiré, vous allez utiliser des solutions de sécurité informatique, vous allez utiliser des solutions de sécurité informatique. Et là, je suis au Canada, toute l'intersection fait avec la caméra. La caméra qui traque la circulation. هذيك الكاميرا سي دي كاميرا اود ديفينيسيون ينجم معناها تبدا كهرباء تتعدى قدام الكاميرا هذيك تقرا البلاكه نتاعها. معناها يبدا واحد سارق ولا فاسع من العداله يدخلوا نمر الكهرباء نتاعو يعملوا اونتري تخدم الماكينه تجيب لهم اكيلو تعدى من انا انترسيكسيون. هذه مش سيكوريتي انفورماتيك, ما هيش بيج داتا, ما هيش انتيليجنس ارتيفيسيال. الدومين قاعد معناها التكنولوجيا قاعده تتطور وحنا اون طون كينساتيا اون دو اتر فيير دتر لو فروي دو معناها الدومين نتاعنا تكنولوجي كلكو سوا معناها الفيليير حتى في البيو والشيمي سي دو لا تكنولوجي. و فوالا الحمد لله على نعمه الانسات وعلى نعمه التكنولوجي زاد. ليه مقدمه نرجعوا كيستيون بار ايميل ولا امل سامحني كان ننطق بالغلط ما قاعد نقرا بالفرنسي. كومون إلارجيغ سون ريزو دو نيتورك؟ جيناهش لينكدين العمدة على لينكدين. انا لينكدين توا اليوم عندي ان ريزو دو بلو دو 4000 كونيكسيون. لي 4000 كونيكسيون عباد جايين من لي 5 كونتينون. عندي حتى دي كونيكسيون في استراليا. دايوغ اخر مرة بون انا مولود 12 جانفيير دونك لو 12 جانفيير هو الانيفرسير نتاعي. قاعد حاصيلو لو 11 جانفيير 5 نتاع العشيه يجيني ميساج من عند ان اون كونيكسيون انامي ولا انامي باسكو شاركت معاهم في دي ويبينار وكل شيء هابي بيرثدي ويش يو اول ذا بيست وكذا. جاوبته قلت له ثانك يو سو ماتش انا راه وانا غدوه الانيفرسير نتاعي. قال لي ليه انت لو 12 وانا تو نكلم فيك من استراليا من سيدني توا عندي لو 12 جانفي 10 نتاع الصباح انا وقتها عندي الخمسه نتاع العشيه لو 11 جانفي في 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 كندا هوني معناها في اوتاوا. دونك سا في بليزير وقتها تبدا كونيكتي للعالم اجمع والنيتورك يوريك قداش لو موند اي بتي. احنا كلمه نقولوها لو موند اي بتي اما فريمون لو موند اي ني با اوسي غران كو فو بونسي راهو لو موند اي بتي بالحق. دي كومون الارجير سون ريزو نيتورك ساي. Est-ce que la filière RT est outdated? Je viens de le dire, la filière RT est en train de se faire, il met à jour ou il adapte à l'époque. Ou qui fait un ajout ou il check le webinar. Inch'Allah, je vais vous dire. Bon, c'est une invitation à tous. Vous allez sur LinkedIn et vous allez sur LinkedIn, vous allez me follower. Il y a les pubs que nous faisons sur les webinars. Ou l'inscription des webinars. Elle est gratuite à la Eventbrite ou à la event.com. Généralement, Eventbrite, on a travaillé avec Eventbrite. Généralement, on a fait à la Zoom. C'est des tawalit qui ont fait des webinaires de nos salles. Lihli, je suis la bête, je suis straightforward. Donc, quand tu as vous checker les webinaires, là où j'ai la RZ Consulting, ou la Zidni Anna. ان شاء الله بعد الويبينار هذا نلقى روحي عندي برشا دي عباد بعثوا لي دي انفيتاسيون سور لينكدين ونتشرف بكم الكل. وانتم راكم فوزيت لا جينيراسيون دو معناها دو لينسات لي ديبلومي دو لينسات اخواتي انتم الكل وجو فو تو فير بور فوز ايدي باش نعدي لكم اللي تعلمتو انا من الاكسبيريونس المتواضعه نتاعي نعديها لكم باش تستنفعوا بها. باهي خلينا نواصلوا.
Donc, est-ce que tu encourages les étudiants à suivre leurs études dans la filière RT? ما نحبش واحد يبدا مغروم بالبيوتكنولوجي ونقول له لا برا مشي عمل RT. كل واحد شنو يحس روحه مرتاح معناها كانك vraiment تحس روحك à l'aise في الانفورماتيك وفي لي كومونيكاسيون sur les réseaux informatiques كل شيء عمل RT. Sinon je suis pas en train de classer les filières هذه الاولى وهذه الثانيه وهذه خير من هذه لا راه انت في شنو تحس روحك معناها مرتاح انا حسيت روحي مرتاح في الاختي عملت اختي تمام عبيد اخويا صغير عمل انفورماتيك اش اسمها انفورماتيك اندستريال ومن بعد لقى روحه معناها في الايامي لا هو عمل لا عمل 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 مانتونس عمل مانتونس ومن بعد بيان سور ما تعرفوا الانسترومونتاسيون مانتونس يرجعوا مع بعض دونك بون ستوره ها ستوره هذيك ايكون من ايقونات الانسان كل من روح لتونس بون انا زاد حتى وقتها جيت تعديت لتونس اون 2019 تعديت طالي تعلي انا كل ديما نروح في الصيف معناها كل صيف نروح لتونس وكل ما نروح لتونس لازم نمشي نتعدى نعمل طلع على الانسان نسلم على البروفيت نسلم على ستوره نشوف نبيل نشوف الجماعه معناها اللي فريمون سام رابيل دو انتريبل ايبوك من حياتي وانتم بيتكم حتى بعد ما تاخذوا الدبلوم غاردي دي ليان افيك الانسان غاردي دي ليان ما فماش كان صله الرحم راه حتى الانسان راه هذيك عشت فيها اكثر من اللي مع عائلتك دونك الفو زاد ياخذ كونيسون ما تندمش اللي خرجت من هواوي سورتو اللي تو ولات هي لو جيون سور لو مارشي بون انا كنت نخدم في هواوي ما كنتش اكسيونير في هواوي نعرف انا حتى وقتها كنت نخدم فيها وحتى بعد ما خرجت منها نعرف اللي هي باش تولي جيون لكن انا جيتي ان امبلوي جيتي برودكت وسولوشن مانجر كما نقولوا نحن وقت حكيت معاه هذه الحكايه صارت في البحرين جاتني لوفر نتاع الكاتيليو سانت سيتي سينيور ريجيونال بزنس ديفلوبمنت مانجر ديجا جو في باسي سور ليشيل ريجيونال alors que à Bahreïn j'étais juste solution manager ou head of transmission department donc tu sens que ça une évolution solution manager معناها تخدم على فلي سوليوشن تخدم معناها architect de solution solution architect تعمل لي ريزو تحكي مع الكليون alors que Alcatel-Lucent تعطاتني un poste de business development manager معناها كنت محصور في لي ريزو اوبتيك باش نولي نتحل على لي برودكت لاينز الكل لي ريزو اوبتيك les routeurs, les réseaux mobiles, les réseaux microwave, les réseaux satellites. Donc, ça met une évolution. نجم انا مثلا نكون نخدم في ابل اليوم ونعرف اللي مش ابل امازون اليوم نعرف اللي امازون اقوى شركه في العالم والسالير نتاعي مثلا نقولوا 4000 ولا 5000 دولار في الشهر. جيني شركه صغيره ستارت اب فيها 50 واحد يقول لي يا سيدي نعطيوك 7000 وردوك هيد اوف ديبارتمنت بيان سور باش نقص فيك الصغيره هذيك علاش خاطر هما ils m'ont donné une évolution alors que Amazon ماني الا واحد من 100 مليون يخدموا فيها دونك بلو تمشي une organisation ديجا يلزم تمن بالorganisation هذيك وتمن بالنظره نتاعها وبالبرودوي نتاعها والorganisation هذيك يلزمها تعطيك زاد une responsabilité اكثر من responsabilité نتاع الشركه اللي تخدم فيها بون سيتي جوست ان اكزومبل على سبيل المثال اما انا توا بون في الشركه في اغزيت كونسلتينغ جو سوي بون لو بروبريتير دو لا سوسيتي دونك جو سوي لو مانجينغ دايركتور ولا مانجينغ بارتنر باسكو بون عملت بارتناريا كان نلقى ان بوست في اون سوسيتي كي مو دون معناها اون ريسبونسابيلتي نجم نكبر فيها ونزيد فيها نزيد بها لي كومبيتونس نتاعي وي بوركوا با نمشي نخرج من اغ زد خليها نتبع شكون اللي بها مش مشكل ونمشي نخدم في السوسيتي هذيك صرا خلينا نشوفو ثم ماشي كيستيون اخرى ما تندمش فوالا فوزيت اون فيرتي او ميرسي اسمع راهي جدا ميرسي بوكو فريمون انا جو سوي فيير اللي خارج من الانسات واللي جو غارد كونتاكت افيك فو وبربي اسمع هذا سي ميساج لجماعة الجي سي كثروا منهم لي انترفيو هذوما واتو مومون تحبوا تكلموني ديريكت على لينكدين تحبوا تجيو تحضروا في الويبينار انا ماذا بيا زيد نعمل دي ويبينار مع دي زين ساتيان زيد كملوا من الانسان اتو مومون
même je suis pas معناها je suis pas compliqué معناها tarak@rzco.net tarak@gmail.com موجود على لينكدين je suis joignable معناها ما ثم حتى مشكل واتساب اللي تحبوا انتم به امل غربت عم بوزينك je vous ai une fierté merci beaucoup pour cette session bon courage Salma Aïssa Ali Salina merci beaucoup عايشك امل ça me fait plaisir اللي انت زاده في الانسات Just باش نقول لكم امل غربيل اللي elle fait partie de ma famille aussi par alliance et فرحان بها برشا اللي هي زاده في الانسات باه نجم تحكي لنا على لي ستاج باه لي ستاج شنو اعطيني شهاب لي ستاج شنو اللي تحكي عليهم لي ستاج اللي بعد ما تاخذ دبلوم ولا اللي انت مازلت تقرا اكتب لي Mais je n'ai pas besoin. Moi, je vois que là, je vais répondre une réponse quand même. Mais les stages, j'ai fait deux stages dans l'INSAT. J'ai fait un stage dans le cycle, c'est le premier cycle, ou un stage dans le deuxième cycle. Le stage dans le premier cycle, j'ai fait en deuxième année. Avec un ami, d'abord, un stage. On a fait un stage, moi, stage, il y a un stage. C'était un stage dans l'administration d'un hôtel, puis Tunis. Bon, c'est utile, je sais pas, utile les ambassadeurs qui sont dans le Belvédère. Le stage avec, j'étais responsable du département informatique, l'entretien, ils avaient un AS400, un IBM AS400, un arche qu'ils faisaient, ou ils ne pouvaient pas le faire. تعرفت اكثر على الاي بي ام اي اس 400 وعلى الخدمه بالسيستم ديكلوتاسيون تاعو هذاك سيتي ان ستاج عام دوزيام اني و جي في زيد ان اوتر ستاج في العام اللي بعده في اجونس دو فواياج جي يو لا شانس اي لوبورتونيتي دو باش نتعرف على لو سيستم اماديوس اللي هو سي لو سيستم دي ريزيرفاسيون دي بياتري دافيون اي دي فاوتشر في الوتلا وكل شيء اماديوس Donc, عرف زيدا اللي ثم des systèmes في العالم أجمع ou les transactions en temps réel ou معناها تعلمت منه le stage مش تمشي باش تعمل stage juste باش تخدم هكا مي تتعلم منه برشا حاجات في الرابور دو ستاج بيان سور كتبت لي تاش اللي عملتهم استنى voilà هذيك الكيستيون تو نجيوها من بعد رنيم سعيدي le stage اللي عملته في سيكل انجينيور C'était un stage à Malto Rand Wehat Sahbi. Quand je fais stage, je fais un stage. وانا بيان سور لاهي بالحانوت وعنده حانوت نتاع انفورماتيك وينستالي كل شيء قال لي برا مشيت لاهي بيه انت وقلت له سا با بروندر كومبيان طون قال لي اللي باش نعملوه مشيت معاه جي باسي بري 10 ايام ولا 2 سمان ما فاهم 10 ايام موفغابل معناها 2 سمان جمعتين وانا نركب فك انا وياه نركبوا فك الريزو كونفيغوراسيون دو سيرفور ويندوز وقت ويندوز 2000 ولا ويندوز NT ولا ما عرفش ركبنا ركحنا كل شيء ومن بعد جاتو هو خدمة أخرى مشيت خدمت فيه زادا معها كيف انستالاسيون دو ريزو في إدارة كها تعديو حصيلو 3 سمان كا جاني قال لي اسمع عندك هاك عملت ستاج نتاعك برا نعمل الريزومي نتاع الشيء اللي عملته الكل وهاك ستاج انجينيور وهاك ركبت ريزو في زوج شركات معناها سي ستاج ما الكلمه بتدخل نكبروها برشا مي لو فات انك تعمل حاجه انت متمكن منها ولو فات انك تو لا براتيك راهو تولي تعملها خير دونك فوالا تحكي في الرابور نتاعك اللي انت عملت تك 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 وكا اون بلوس والله يعطيه الصحه قال لي مادام انت خدمت خدمه باهي خلصني اعطاني شويه فلوس 400 ولا 500000 باهي رنيم كيل سيرتيفيكاسيون اون ليني vous nous conseillez de prendre. Voilà, numéro 1, je vous conseille de prendre la certification gratuite qu'il y a à Google. D'ailleurs, quand tu trouves le profil LinkedIn, tu as fait ça.
Basics of Digital Marketing. Moi, je l'aurai à l'école. Quand je suis en français, je suis en français. C'est une suite de vidéos. Tu vas voir la vidéo et tu vas poser des questions. Et tu vas voir la vidéo. Il y a une station de séance ou une chose comme ça. Ou gratuite. Darabou Srih, est-ce que la filière qui te touche à l'INSAT te rappelle une spécifique career path من بعد معناها par exemple تتواجه RT est-ce que من بعد تنجم تخدم حاجة purement informatique ou développement bien sûr bien sûr انا مثلا نرجع للاكزامبل بتاعي انا دخلت نخدم في في بوست اللي هو اوبتيكال برودكت مانجر احنا في الRT ما قريناش اوبتيك بالكل قلت لهم راني ما قريتش اوبتيك في الRT قالوا لي تحكي انجلي عملت دي ستود دانجينيور en réseau, quand ils ont dit, l'anglais, tu as de l'optique, tu as de l'optique, de A jusqu'à Z, tu as les produits, tu as la transmission optique ou quel chèque. Tu as l'âme, tu as le charbon, tu as le certification, tu as le certifié optical product manager, certifié Huawei, ou la WAT. Ou la WAT voyage le Sine ou Araft Bled Jdid. Je crois que c'est. Bien, je suis au R. Sincerely, est-ce qu'on va travailler dans une chose purement informatique ou développement? Sincerely, a confused MPI student, and thank you for your time. B, anti fil MPI, tu as dit, anti, tu te sens à l'aise dans quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester plutôt dans l'industrie, dans le processus industriel, dans l'automatisme, dans fait les voilà fait les communications fait les réseaux informatiques fait le معناها فاش تحس روحك انت مرتاح هاي جاوبني يعني دري قاعد مبرانشي على الانجلي اصلا هاف نو ايديا هيك المشكله اوكي والله بون ما تعرفش انت مش عارف انا لازم نعرف انت شنو تحب بالضبط به ما عليناش كونتاكت موا اوف لاين على على لينكدين وتا نحكي سون بروبليم نجم ننصحك باللي نقدر Mais, next, tu as une question est autre. Je vais vous dire à tout moment. Alors, même si je ne suis pas basé sur Tunis, prof, elle est très beau. D'ailleurs, quand هذه حاجة واضحة في الإنسان ولا في الإسبري ولا في أي واحد من اللي زنستيوتي خاطر نحب je veux me reconnecter avec le milieu universitaire mais مش توا توا حتى ساعة مازلت كي جيت لكندا خلني واحد دبر ناسيوناليتي باه أعطيونا دي كيستيون أعطيونا مازال عندنا راهو 5 minutes 6 minutes إذا فديته تكلم برشا علاش اخترت اختي مالك ولا مالك بون واتيفر اخترت اختي خاطر جو مو فوايي في الاختي وانا ملي انا صغير انا مغروم بالانفورماتيك و جو مو فوايي بلوتو في تو سكي تيلي كومونيكاسيون معناها كي كنت صغير مش كنت صغير كنت في السكوندير نتاعي كنت كنا نتفرجوا الناس الكل على كلي لي فيلم لي ماكايفر ولي لي تروك اللي في امريكا ونشوفوا كيفاش نشرفوا ملاك نشوفوا كيفاش هما الامريكان عندهم السيلولير تليفون سيلولير واللي هذا يجبد حاصيله طرف صغير هكا يحطه في ودنه قلت لهم انا نتمنى اني جو في بارتي من الاندستري هذيك اللي باش تتطور خاطر سيتي كلير انها الاندستري هذيك باش تتطور نتاع لي كومونيكاسيون و دايوغ من الحاجات اللي اول ما طلع الجي اس ام والاس ام اس وكل شيء معناها في تونس كنت نتصور في تصور اخر قلت علاش توا التليفون هذا كان عندي 9110 علاش توا داكورد وصغير وكل شيء لكن علاش ما نكبروش فيه شويه ويولي اكران كولور ويولي عندنا انترنت في التليفون انا نحكي قدام الحكايه هذه يقوم يضحك علي خلي عاد كان نقول لهم تليفون بالكاميرا ولا يعطوني زوج شليبه كلش تخاف في ودي كاميرا توا كتليفونات الكل فيهم كاميرا من قدام وكاميرا من تالي ما مش بحكي على حكايه تعدي العاي مش كاميرا برك من تالي كاميرا ويت من تالي تا
les équipementiers, voilà, les constructeurs de téléphones. Je connais les caméras de Huawei. عمل التليفون هذا اللي فيه ثلاثة كاميرات من تالي ولا اللي عمل أربعة ولا اللي عمل خمسة ولا اللي عمل ستة أخي قريب يعملوا ظهر التليفون الكل ولا بشي ولي كله كاميرات ده بيان دو لونسي ان بروجي في كندا وي انا جي ديجا لونسي لو بروجي في كندا اللي انا حليت ان بيت ان بيت بيورو دو كونساي ولا ان سوسيتي دو كونساي ولا سميها كيما تحب مي سافا معناها اساس لوبجيكتيف نتاعي لي سيرفيس تاعو اللي نقدم فيهم تصوروا باش نحكي لكم حكايه صارت لي اليا دو سمان. انا وقتها كنت في البحرين قريت زاد قريت في يونيفرسيتي فما مش يونيفرسيتي تي باتيل ثم منها في تونس ايكول اوتيليير بريفي ما ثم منها زاد في البحرين قريتهم لي ديجيتال سكيلز من الاول كانت اسمها كمبيوتر ساينس قلت لهم بربي كمبيوتر ساينس باش تقريوها لدي فيتور ولا جايه سنه او كان سونس ديجيتال سكيلز سي موديل كو جو بو اوفرير قريتهم ديجيتال سكيلز ومن بعد وقت كملت معناها لاني يونيفرسيتير قلت لهم انا راهو عام جاي باش نكون مانيش باش نكون في البحرين باش نكون في كندا اما معناها كونتاكتي موا وقت ما تحبوا باهي مون كونتاكتي باش نقري ديجيتال سكيلز وانا هنا في كندا قبلت قلت لهم داكور اوكي اما اعطيوني الاوقات اللي تحبوني نقري فيهم الاوقات نتاعهم هما يجيو بوقتي انا نقوم يلزم نقوم من 6 ل 8 معناها 6 نتاع الصباح ل 8 نتاع الصباح ما خليتهاش جي ريكوموندي ان دو مي بارتنير في البحرين قلت له خذها انت خذوا انت لو موديول وقري انت سوغ بلاس انا ما نجمش معناها ديجا رمضان تصور بربي واحد رمضان ويقوم يتسحر وعاود يرجع يرقد ومن بعد يقوم من 5 ونص تاع الصباح باش يقري من 6 ل 8 اديستونس مي هذه حاجه باش توريكم لامبورطونس نتاع لي ديجيتال سكيلز نقريو فيهم توا للوتله جايه للي فينونسي لل تو لي ميتي توا يلزمو دي ديجيتال سكيلز معناها لا فورماسيون نتاعنا ملي كانت ان فيرتيكال اللي هو الاي تي توا ولات هوريزونتال ال توش ا تو لي فيرتيكو في توت لي تو لي ديبارتمون دون انتربريز راهش الماركتينغ بالديجيتال الكوميرسيال بالديجيتال الفينانس بالديجيتال كل شيء بالديجيتال اعطيني حاجه برك بلاش ديجيتال الكوجينا بيان تو تولي بالديجيتال اوكي نيكست او بيان دو لونسي بي بون فرح سي با فاسيل دو لونسي ان بروجي او كندا باش تبدا واحد بشكل الشلابق من الاول يتعلم يربط خيوطه يعمل نيتوركينغ نرجعوا لحكايه النيتوركينغ ونرجعوا لحكايه زاده لو ديفلوبمون بيرسونيل انت لا بيرسوناليتي نتاعك شنو تصنع منها شنو لي زيكسبيريونس اللي عشتهم ولا مش كان اللي عشتهم انت حتى لي زيكسبيريونس نتفرجوا في المسلسل ولاد مفيده هذاك يلزم كي نتفرجوا فيه نتعلموا منه دي زيكسبيريونس ماهوش دي زيكسبيريونس بيرسونيل لكن دي زيكسبيريونس يصيروا في 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 العالم اليوم كان مش في تونس في بلايص اخرى نوبه المسلسلات الافلام كل شيء ذوكم كلهم دي زيكسبيريونس لازم نتعلموا منهم باسكو سا بارل de عباد كيفنا كيفهم وسا بارل دون سوسيتي نعيشوا فيها والواحد اللي دوا ادابتي ويلزم يكون humain le plus que possible وينحي راهو اكبر عدو للهومان سي ليغو نتاعو دونك نحي ليغو سوي humain حبوا الناس حبوا بعضكم اون ا بيزوان دو سا اون ا بيزوان دامور يلزم نحبوا الناس الكل نحبوا بعض ما مشكلتنا انا نشوف فيها لا كولتور هذيا في تونس تما منها برشا ياسر عباد ياسر العباد ils sont pas bien avec les uns avec les autres يا ناس حبوا بعضكم هذا الميساج نتاعي لو مارشي دومبلوا بي لانجينيور اخ تي متخرج من الانسات اي ما لانجينيور اخ تي متخرج من الانسات ينجم يبدا يخدم يصب اسمع الانسات راهو كنتها طالعه راهو في تونس ما كانتش طالعه كيما وقت انا خرجت من الانسات تخرجت الكوتا نتاع الانسات ما كانتش كيما تو تبارك الله في السماء كوتا الانسات دونك هذه حاجه يلزم تكونوا فخورين بها برشا انكم نتوما تقراو في الانسات واللي نتوما فوزالي اتر دي ديبلوم دو الانسات سواء بروميير سيكل سواء دوزيام سيكل اون اي بوليفالون اون اي دي انجينيور تري بريزي والمرشي معناها اللي هو ريكروتور pour les ingénieurs INSAT. Une autre question.
شنو هي لا ديفيرونس انت ديبلوم دانجينيور و ماستر ظل لي تنجم تعمل ماستر في الانسان مي باش نقول لكم لا ديفيرونس انت ديبلوم دانجينيور و ماستر هو جينيرالمون الماستر سي 2 ans معناها تعمل ماتريز باك بلس 4 و بعد تزيد عامين اخرين تعمل ماستر avec le diplôme d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur il est équivalent à un diplôme master 1. معناها تكمل تقرا عام برك باش تاخذ الماستر 2. Donc خاطر les études نتاعنا احنا 5 سنين. 5 سنين تزيدهم عام تولي معناها نيفو ماستر. Donc كي تبدا عندك diplôme خلينا ناخذ لو سيستم مثلا هنا نتاع كندا. كان تعمل l'équivalence نتاع le diplôme d'ingénieur INSAT في الكندا يجيك ان ديبلوم ايكيفالون ماستر دونك ما ثماش اون ديفيرونس كبيره اونتر ديبلوم دانجينيور وماستر لكن كي تقول كلمه انا عملت اون فورماسيون دانجينيور سا كاش بوكو 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 دو ادد فاليو علاش خاطر الانجينيور اي لي تري اورينتي على البراتيك alors que مثلا اللي عمل الماتريز قرا برشا تيوريك وما عملش برشا براتيك D'ailleurs, il y a une des raisons qui a fait le CAPES. Le CAPES, il demande un savoir et des compétences en pédagogie. Qui fait de la pratique. Mais l'ingénieur, il y a un diplôme ou un directeur. Il y a des stages, des expériences, des pratiques, des labos, des coachs. Une autre question? ايه اعطيني شويه فيدباك مثلا مريم هيلا هذوما الزوز اللي قاعد نشوف فيهم استنى خلينا نشوف الليست هذا الكل ما شاء الله تبارك الله انا 40 بيرسون كانوا 50 قبيله كلكم حشينا ولا شنو؟ انا حاب نقول لك يعطيك الصحه طارق يعيشك ميرسي بوكو عجبتني الاكسبيرونس نتاعك ميرسي بور لانفيتاسيون انتم اللي يعطيكم الصحه وجو ريميرسي زاد لا جي سي اي وجو ريميرسي مريم زاد الجماعة اللي كونتاكتيني على لينكدين pour m'inviter لبنى سلامي أمل الجماعة الكل ميرسي بوكو زاد حتى نحب جو ميرسي زاد نيديا فريخ اللي كونتاكتيني نيديا فريخ ميرسي بوكو اي ميرسي عايشك نيديا وميرسي مريم زاد اللي حكيت وحبيت يعني الحاجه اللي لقيتها معناتها كيف انا وياك اللي زوز نخدم في حاجات بعاد شويه على الدومين مش بعاد على الدومين تاعنا مي عشان نقولي اكزاكتومون لقينا حاجه نجي نخدموا حاجه اخرى شوف هاني قلت لك معناها باش نرجعوا لنفس لا كيستيون اللي تتسالت برشا في الشات اسكو اللي تقراه تستحقه في خدمتك با فورسيمون معناها انا نعرف اونامي هي قرات سيونس عرفتك مدرسه الصحه تقنيه الصحه معناها كي تخرج فرمليه ولا قابله ولا حاجه ساج فام ولا حاجه يبا ما خدمتش الخدمه هذيك جمله مشيت تخدم مع ان دو سي قرايبها عامل عنده ريستورون تخدم في الكوجين خاطر تحب التصنيف صنيف في مخها وتصور في الخير والبركه ما تستعملت حتى شيء ماك كتخيكم تاع الصحة أما شنو السيد اللي تخدم معاه متقوي بها كم كوا تصير شي لقدر الله أنا أكسيدون يدور شي واحد في الريستوران كم ما عندنا شكون ينجم اللي بخمية سكو بس هو جبلة بس مستعملتيش معنا أنت وين تحس روحك مرتاح سو كي في اون بيرسون سي با سا فورماسيون سي لا بيرسوناليتي نتاعو سي لا بسيكولوجي نتاعو سي هو شنو هو كيفاش يشوف العباد هو كيفاش يتعامل مع العباد C'est ça en fait. Ah ok, yatikoum saha mais le speakers. Vraiment c'était intéressant à l'heure, vraiment on va enregistrer en musulman. Encore, j'invite tout le monde, des hommes, les mannes, les 40, ou hatta le hadri bel ghaib. Contactez-moi, ajoutez-moi sur votre LinkedIn, il y a des questions, il y a des questions, je suis très 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 نفرح كي جو مو كونيكت افيك دي ان ايتوديون ولا نعطيه نصيحه ولا جو بارتاج مون اكسبيريونس ولا يسالني حاجه يقول لي مثلا طارق بربي عندي الحكايه هذه معناها حاير فيها ولا حايره فيها كيفاش ننجم جو بو بارتاجي معناها راهو اسمع ثم انا وقت كنت ايتوديون برشا عباد قصدتهم وعاونوني معناها سالتهم وعاونوني لقيت برشا عباد كيما اونكادغي برشا عباد انا نحب نرجع انا تو جو سوي في
في كما يقولوا في التلفزه من منبري هذا من موضعي هذا نحب جو فو بارتاجي مون اكسبيريونس و فوالا ما تحشموش كونتاكتي موا بون على لينكدين خاطر سي لو لينكدين هو اللي نستعمله تو اكثر بتيت خدم عبيد باش يزيدونا على الفيسبوك فيسبوك راني ما نستعملوش جوا يمكن الماسنجر نستعملوش مي كل شيء على لينكدين مرحبا بكم الناس الكل انا زيد علي حبي اجوتيني على لينكدين زيد مرحبا و à tout moment je vais à la question الكل اللي حاب عليه يعيشك مرحبا بكم يمكن انا نسال كيستيون باركور البيوتكنولوجي يمكن داكور اوكي مرحبا بكم يعطيكم الصحه مره اخرى يعني مرحبا يا فو اللي جيتوا فريمون الجمع الكريم هذا فريمون يشرفني برشا مرحبا بكم نحب نشوف فو دوموند داجو سور لينكدين ومرحبا بكم ومرحبا بكم وتصبحوا على خير وانا بالتو مازالوا لي طارق قدام مازال لي تو شقال فتره مازالوا لي 18h07 انا 20h17 مازالوا لي ساعتين ودرجين باش نشوف الفتره نقول لك ان شاء الله شهية طيبه عايشك ميرسي بوكو ميرسي بوكو اي ا تري بيانتو ميرسي يعطيكم الصحه للبارتيسيبون اللي قعدوا معنا للاخر وما تنسيش راه مازال عنا سهرناهم تنسيش راه مازال عنا السيسيون الجايه احضروا ان شاء الله كيما هكا بالنوم هذايا حتى نحب نحضر مفروض يا مان ليليا مان اوكي ان شاء الله اوكي ليليتكم زينه ملا يعطيكم الصحه على خير عايشك ميرسي بونسوار اي باي سبيريو سي مو